هل تريد أن تقترب من القمر بأكبر قدر ممكن دون مغادرة الأرض؟ الأمر سهل، اركب طائرة متجهة إلى الإكوادور وتسلق جبل تشيمبوراتسو. أعلم أن الأمر قد يبدو غريباً، لكن اسمح لي أن أشرح لك. إن جبل إيفرست هو أعلى جبل عند قياسه من مستوى سطح البحر، ولكن قمة جبل تشيمبوراتسو هي في الواقع أقرب نقطة على الأرض إلى القمر، وإليك السبب الفيزيائي وراء ذلك. يبلغ ارتفاع جبل إيفرست أكثر من 8800 متر، ويبلغ ارتفاع جبل تشيمبوراتسو حوالي 6100 متر فقط، ولكن السر يكمن في مدى بعدهما عن نواة الأرض. الأرض ليست كرة مثالية، فهي ممتلئة في المنتصف ومضغوطة قليلاً في الأعلى والأسفل. الجزء الممتلئ في المنتصف يسمى خط الاستواء، وللعلم فإن دولة الإكوادور تترجم في الواقع إلى خط الاستواء بالإسبانية. الآن هل كنت تعلم ذلك؟ الجبل الذي نتحدث عنه، جبل تشيمبوراتسو، يقع على بعد بضع درجات من خط الاستواء. وبما أن الكرة الأرضية تكون أكثر انفتاحاً في الجزء الأوسط، فإن قمة تشيمبوراتسو تبرز أبعد في الفضاء. هذا يعني أنه إذا تسلقت حتى تصل إلى قمة هذا الجبل، فستكون أقرب قليلاً إلى القمر مقارنة بتسلقك قمة جبل إيفرست. في بحر الشمال قبالة سواحل إنجلترا توجد منصة صغيرة تطفو على الماء بحجم ملعبي تنس تقريباً. قد تظن أنها منصة نفطية، لكن هذه هي سيلاند، أصغر دولة في العالم. تم بناء منصة برج روفس خلال النصف الأول من القرن العشرين كحصن لحماية السفن الإنجليزية. وفي ستينيات القرن العشرين قرر رجل يدعى بادي روي بيتس المطالبة بهذا الحصن القديم باعتباره بلده، وأطلق عليه اسم إمارة سيلاند. لقد أعطى بادي لبلاده كل ما تستحقه، عالماً وطنياً وعملة ودستوراً وطوابع ونظاماً لرفع الأرجوحة. هذه هي الطريقة التي تدخل بها إلى البلاد بالمناسبة، حيث يتم رفعك بالكامل إلى الجزء العلوي من المنصة. اليوم يرأس هذه الأمة الصغيرة الملك الحاكم مايكل بيتس، وهو عضو في العائلة المالكة المعلنة للبلاد. أعرف ذلك جيداً، لماذا تنتظر في طابور العرش البريطاني؟ لدى هذه الدولة نادي مشجعين خاص بها، يشجعون نادي كرة القدم الأمريكية الوطني في البلاد. يتنافس فريقهم في البطولات الدولية، حيث يلعبون عادة مع دول صغيرة أخرى، على الرغم من أن سيلاند لديهم مقيم رسمي واحد فقط حتى الآن، إلا أن لاعبين من دول أخرى ينضمون للمساعدة في فريق كرة القدم الأمريكية الخاص بهم. كما وضع أحد مشجعي البلاد علم سيلاند على قمة جبل إيفرست. وجود مطبخك في بلد وغرفة معيشتك في بلد آخر، هذا هو الواقع اليومي لبعض السكان المحليين في بارلي. في هذه المدينة لا تمتد الحدود بين بلجيكا وهولندا على طول الشوارع فحسب، بل إنها تخترق المباني. للتنقل عبر هذا الإعداد تم وضع قاعدة مفادها أن جنسية المنزل يتم تحديدها من خلال موقع بابه الأمامي، لكن هذا الحل خلق مشاكله الخاصة. يوجد منزل حيث يقع الباب الأمامي على الحدود تماما، مما يمنحه عنوانين، أحدهما في بلجيكا والآخر في هولندا. تم منح أصحاب هذا المنزل فرصة فريدة، يمكنهم اختيار البلد الذي يرغبون في الحصول على المرافق منه، مثل الغاز والمياه. وقد خمنت ذلك، لقد اختاروا البلد الذي كانت فيه هذه الأشياء أرخص، في هذه الحالة بلجيكا. في السنغال في أفريقيا توجد بحيرة تبدو وكأنها خرجت مباشرة من فيلم خيال علمي. على بعد حوالي 29 كيلومترا شمال العاصمة داكار ستجد بحيرة رتبة، المعروفة أيضا باسم بحيرة روزا. تشتهر هذه البحيرة بمياهها الوردية الزاهية. نعم، إنها وردية اللون حقا، ويمكنك حتى السباحة إذا كنت مستعدا لذلك. لكن احذر، المياه شديدة الملوحة، وهي واحدة من أكثر البحيرات ملوحة في العالم، بمستويات ملوحة تزيد عن 40%. يأتي اللون الوردي من نوع من الطحالب الصغيرة، تنتج هذه الطحالب أصباغاً حمراء تعكس ضوء الشمس،
مما يمنح البحيرة ظلها الفريد. إذا كنت ترغب في رؤية البحيرة بأزهى لون وردي، فقم بزيارتها خلال موسم الجفاف من نوفمبر إلى يونيو. يمكن لمياه الأمطار خلال أوقات أخرى من العام أن تغسل بعض اللون. بالمناسبة، هناك بحيرات وردية أخرى حول العالم، مثل بحيرة هيلير في غرب أستراليا وبحيرة نيترون في تنزانيا. هناك تل يبدو وكأنه يحترق طوال الوقت. تقع التلال المدخنة في منطقة القطب الشمالي بكندا، وهي مشهد فريد حقا على الأرض. بعض المعادن الموجودة هنا نادرة جدا، لدرجة أنها لم ترصد إلا على كوكب المريخ. منذ ما لا يقل عن 200 عام كانت الأرض هنا تدخن باستمرار. في البداية اعتقد المستكشفون أن هذا يرجع إلى بركان نشط، لكن اتضح أن الدخان يأتي من شيء آخر. تحتوي التربة في سموكينغ هيلز على الكبريت والفحم، وعندما تختلط هذه المواد بالأكسجين تشتعل تلقائيا وتستمر في الاحتراق. لكن لا تخطر ببالك أي أفكار مغامرة بشأن الزيارة، البيئة هنا قاسية للغاية، فهناك دخان سام وقد تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل خطير، لذا سأجرب أورلاندو. تشتهر نيوزيلندا بمناظرها الطبيعية الخلابة، ولكنها تحتوي أيضا على كنز مخفي تحت الأرض. ففي أعماق بعض الكهوف في الجزيرة الشمالية للبلاد يمكنك العثور على عجائب طبيعية ساحرة، ولرؤيتها ستحتاج إلى النزول لمسافة تزيد عن 46 مترا إلى سلسلة من الكهوف المظلمة الملتوية. ومع تقدمك ستدخل في ظلام دامس حتى تصل إلى أسقف الكهوف، والتي تصطف عليها مخلوقات صغيرة متوهجة. هذه هي الديدان المضيئة الأصلية في نيوزيلندا، وهي يرقات نوع خاص من البعوض الفطري الذي لا يوجد إلا في هذا البلد. تشع هذه الديدان ضوءا أزرق ساطعا لجذب الفرائس. إذا سنحت لك الفرصة لزيارة هذه الكهوف، فستشعر وكأنك تطفو عبر مجرة مع آلاف من هذه النجوم الحية المتلألئة أعلاها، وينعكس بريقها في الماء أسفل قاربك. إنه مشهد لا يصدق، وكأنك تدخل عالما سحريا متوهجا. المكسيك هي موطن لأحد أكثر الكهوف إثارة للدهشة في العالم، والذي يدعى كهف البلورات. إذا كنت تعتقد أنك رأيت بلورات كبيرة من قبل، فانتظر حتى ترى هذه البلورات. في حوالي عام 1910 اكتشف عمال المناجم في بلدة نايكها تشيواوا كهفا مليئا ببلورات السالينيت الشفافة، ولكن لم يتم اكتشاف كهف أكثر روعة مليئا ببلورات ضخمة يصل طول بعضها إلى 12 مترا وتزن حتى 55 طنا إلا بعد 90 عاما. يعتقد العلماء أنه قبل 26 مليون سنة امتلأ هذا الكهف بالمياه الساخنة الغنية بالمعادن، مما سمح لهذه البلورات الضخمة بالنمو. ويعتقد أن بلورات نايكا هي الأكبر في العالم، مما يجعل الأشخاص الواقفين بجانبها يبدون صغارا بالمقارنة. ومع ذلك فإن استكشاف الكهف ليس بالأمر السهل. تصل درجات الحرارة في الداخل إلى 58 درجة مئوية، وحتى مع الحماية لا يمكن للناس البقاء في الداخل لأكثر من 20 إلى 30 دقيقة. إنه مكان غير عادي، لكن ليس مريحا تماما للبشر. تشتهر موريشيوس بشواطئها الجميلة ومياهها الزرقاء الصافية، ولكنها تتميز أيضا بوهم بصري مذهل في الزاوية الجنوبية الغربية، يبدو وكأنه شلال تحت الماء. ورغم أن الأمر يبدو وكأن الماء يتدفق إلى المحيط، فإن ما تراه في الواقع هو خدعة من الضوء وقاع البحر. تقع الجزيرة على جرف محيطي يبلغ عمقه حوالي 152 مترا فقط، ولكن بعد الحافة مباشرة ينخفض عمقها إلى 4 كيلومترات. يخلق هذا الانحدار وهما لشلال، حيث تدفع التيارات الرمال والجسيمات فوق الحافة، مما يجعلها تبدو وكأن الماء يتدفق إلى الأسفل. لذا على الرغم من أنه ليس شلالا حقيقيا تحت الماء، إلا أنه بالتأكيد مشهد رائع لرؤيته من القارب.
هذا المكان قد يجعلك تشعر بالقشعريرة أو يتركك في رهبة حسب وقت زيارتك. بالقرب من بلدة غريفينو الصغيرة في بولندا توجد غابة من أشجار الصنوبر ذات شكل غريب، فهي جميعها منحنية عند قواعدها. خلال النهار تبدو هذه الأشجار بمنحنياتها الحادة بزاوية 90 درجة رائعة وحتى غريبة بعض الشيء. قد تجد مكانا مريحا للجلوس عليه إذا كنت في نزهة. لكن قم بزيارة الغابة الملتوية في الليل وستجدها مختلفة تماما، حيث تتدلى طبقة رقيقة من الضباب حولها مما يجعل الغابة تبدو غريبة ومخيفة بعض الشيء. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العلماء لا يعرفون على وجه اليقين سبب انحناء الأشجار بهذا الشكل. لذا هل تفضل رؤيتها في ضوء النهار الساطع أم في ظلام الليل الغامض؟ فيو. يخفي المجال المغناطيسي للأرض قصة رائعة. اتضح أنه يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم. في الواقع لقد كان يفعل ذلك منذ 3000 عام، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد نواجه بعض المشكلات خلال 1000 عام. ما هي الصفقة الكبيرة؟ حسناً، تصور هذا: الشمال المغناطيسي يصبح جنوباً والعكس صحيح. جامح جداً، أليس كذلك؟ عندما يحدث هذا قد يضعف الدرع المغناطيسي الواقي لكوكبنا، مما يسمح لمزيد من الأشعة الكونية بضربنا. يمكن لهذه الجسيمات عالية الطاقة القادمة من الكون أن تسبب أعطالاً إلكترونية في أقمارنا الصناعية وتنتج عناصر قد تكون ضارة لنا. آخر مرة حدث فيها انعكاس قطبي كان منذ 772,000 إلى 774,000 سنة. لحسن الحظ لدى البشرية بعض الأشخاص الأذكياء في هذه القضية الذين يحققون في تاريخ المجال المغناطيسي للأرض. يأخذون عينات من الرواسب من قاع البحر ويدرسون مغناطيس الحفريات لمعرفة متى حدثت هذه الانقلابات في الماضي ومتى يمكن أن تحدث مرة أخرى. تدرس مجموعة أخرى من الباحثين شذوذ جنوب المحيط الأطلسي SAA، وهي منطقة واسعة من المجال المغناطيسي للأرض أضعف بحوالي 3 مرات من المجال المغناطيسي في القطبين. باستخدام بينات من أقمار صناعية متعددة يحاولون معرفة سبب حدوث شذوذ جنوب المحيط الأطلسي وكيف يمكن أن يتغير في المستقبل. وهذا يمكن أن يعطينا لمحة عن كيفية تأثير المجال المغناطيسي الضعيف على أقمارنا الصناعية وكوكبنا. من المؤكد أن جيلنا لن يكون هنا ليشهد هذه التغييرات، لكن ذلك يجعلك تتساءل كيف قد يبدو هذا الكوكب مقلوبا رأسا على عقب. مغناطيسيا هذا هو. أعلن علماء الفلك في ناسا أيضا أنه خلال 4 مليارات سنة ستحصل مجرة درب التبانة على توهج كبير بعد اصطدام كوني من شأنه أن يهز الأمور. أنا لا أتحدث عن حاجز صغير هنا، أنا أتحدث عن اصطدام عملاق مع مجرتنا الجارة المرأة المسلسلة. سيتعين على البشرية أن تتمسك بخوذتها الفضائية لأن الشمس قد تندفع إلى منطقة جديدة من المجرة. ومع ذلك ربما لن يتأثر كوكبنا الأرضي ونظامنا الشمسي بشكل خطير. يبدو من الصعب تصديق ذلك، فكيف ذلك؟ أجرى تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بعض القياسات الدقيقة لحركة المرأة المسلسلة. على الرغم من أن المجرات سوف تصطدم ببعضها البعض، إلا أن النجوم الموجودة داخل كل مجرة تكون متباعدة جدا لدرجة أنها لن تصطدم بالنجوم الأخرى أثناء التصادم. ومع ذلك سيتم طرح النجوم في مدارات مختلفة حول مراكزها المجرية الجديدة. وفقا لعمليات المحاكاة، من المحتمل أن يتم قذف نظامنا الشمسي بعيدا عن قلب المجرة عما هو عليه اليوم. ضع التلسكوبات الخاصة بك جانبا، فلن تحتاج إلى البدء في العد التنازلي للسنوات. من المحتمل أن يكون هذا الحدث مقررا بعد حوالي 4 مليارات سنة، لذا فإن فرص مشاهدته صفر. زحل يفقد حلقاته، ولحسن الحظ لن نكون هناك لنشهد هذا الحدث الحزين أيضا. على ما يبدو يتم سحب الحلقات من زحل على شكل أمطار غبارية من جزيئات الجليد، وكل ذلك تحت تأثير المجال المغناطيسي لزحل. وبحسب أبحاث وكالة ناسا فإن المطر الحلقي يستنزف كمية من المنتجات المائية
يمكن أن تملأ حوض سباحة أولمبي من حلقات زحل كل نصف ساعة، ومن المحتمل أن يختفي النظام الحلقي بأكمله خلال 300 مليون سنة. يعتقد العلماء أننا يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين لمشاهدة نظام حلقات زحل على الإطلاق، حيث يبدو أنه في منتصف عمره. ولكن إذا فكرت في الأمر بهذه الطريقة، أن الحلقات حول الكواكب كلها مؤقتة، فهناك احتمال أننا قد أضعنا للتو أنظمة الحلقات العملاقة لكوكب المشتري أو تلك الخاصة بأورانوس ونبتون. تحتوي هذه الكواكب على حلقات رفيعة فقط حولها هذه الأيام. لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان زحل قد تشكل مع حلقاته، أم أن الكوكب قد اكتسبها في وقت لاحق من حياته، ويفضل البحث الجديد السيناريو الثاني، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يكون عمرها أكثر من 100 مليون سنة، في حين أن عمر زحل نفسه يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة. ما سبب ظهور الحلقات في المقام الأول؟ حسنا، هناك بعض النظريات تقترح إحداها أن الحلقات يمكن أن تكون قد تشكلت عندما اصطدمت أقمار جليدية صغيرة في مدار حول زحل، ربما لأن مداراتها قد أفسلت بسبب قوة الجاذبية من كويكب أو مذنب عابر. من يدري كيف سيبدو البشر في المستقبل؟ من غير المرجح أن نرى أي تغييرات كبيرة في حياتنا، ولكن دعونا نأخذ رحلة إلى المستقبل ونفكر فيما يمكن أن نتطور إليه. هل سنصبح سايبورغ مع كل أنواع الآلات الرائعة المزروعة؟ أو ربما سنصبح نوعا هجينا من الكائنات البيولوجية والاصطناعية؟ لفهم تطورنا المستقبلي علينا أن نلقي نظرة خاطفة على ماضينا. قبل مليون سنة لم يكن الإنسان العاقل موجودا أصلا، ومع ذلك كان هناك عدد قليل من الأنواع الأخرى المماثلة مثل إنسان النياندرتال. وبالتقدم سريعا إلى يومنا هذا أصبح البشر أطول وأكثر ثباتا. ربما في المستقبل سنصبح أصغر حجما للحفاظ على الطاقة، حيث من المتوقع أن يصبح كوكبنا أكثر ازدحاما. عند الحديث عن الكواكب المزدحمة، فإن العيش في هذه الظروف الجديدة يعني أنه يتعين علينا التكيف بسرعة. نحن نتفاعل باستمرار مع الكثير من الأشخاص، وأصبح تذكر الأسماء مهارة بالغة الأهمية. ولحسن الحظ قد تساعدنا التكنولوجيا في زراعة دماغ من شأنه تحسين ذاكرتنا. وفي المستقبل قد يكون لدينا أيضا تقنيات أكثر وضوحا كجزء من مظهرنا. تخيل أن لديك عينا صناعية مزودة بكاميرا يمكنها قراءة ترددات الضوء المختلفة، في حين أن التنبؤ بمليون سنة في المستقبل هو مجرد تكهنات، إلا أنه يمكننا استخدام المعلوماتية الحيوية لعمل بعض التنبؤات حول المستقبل القريب. تشير الاتجاهات الديموغرافية إلى أن المناطق الحضرية ستصبح أكثر تنوعا وراثيا، بينما ستصبح المناطق الريفية أقل تنوعا. وماذا عن الفضاء؟ إذا انتهى بنا الأمر إلى استعمار المريخ، فقد تتغير أجسادنا بسبب انخفاض الجاذبية. ربما ستكون لدينا أذرع وأرجل أطول، أو حتى شعر أجسام عازل مثل أبناء عمومتنا من إنسان النياندرتال. وفي المستقبل سيشهد قمرنا أيضا بعض التغييرات الدراماتيكية، سوف نفتقد هؤلاء أيضا. وفي غضون 5 مليارات سنة تقريبا ستصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا في هذا الركن من الكون. في الوقت الحالي الشمس باردة في مرحلة تسلسلها الرئيسي، فقد تحرق الهيدروجين. في المستقبل خلال مرحلة العملاق الأحمر سوف تنتفخ الشمس مثل البالون حتى يصل غلافها الجوي ويبتلع الأرض والقمر الحبيبين. قمرنا الطبيعي الذي يتحرك بعيدا عن الأرض سوف يتشوه تحت تأثير الشمس، سيكون مداره متزعزعا تماما، وسينتهي به الأمر بالقرب من الأرض خلال مرحلة القمر الجديد مقارنة بفترة اكتمال القمر، وهذا ليس حتى الجزء الأسوأ. إذا ترك القمر بمفرده فسيستمر في التحرك بعيدا عن الأرض حتى يحتاج إلى ما يقرب من 50 يوما للدوران حولنا. ومع استمرار الشمس في رحلتها سوف يسحب غلافها الجوي القمر ويؤدي إلى اضمحلال مداره. في نهاية المطاف سوف يتمزق القمر إلى حلقة مذهلة من الحطام تدور حول الأرض. نحن نتحدث عن كل جباله وحفره وحتى آثار الأقدام والأعلام التي تركناها هناك، وكلها متناثرة في حقل الحطام. هناك احتمال أن تتخلص الشمس من كتلة كافية لتجنيب الأرض والقمر الإبادة الكاملة،
أو إذا كنا محظوظين حقا ستفقد الشمس 20% من كتلتها وسنكون آمنين وسليمين. الأمر كله مجرد نظرية في الوقت الحالي، لأننا لم نشاهد نجما عملاقا أحمر خلال هذه المرحلة. وقد يصبح الكون نفسه مظلما تماما يوما ما أيضا، لا يستطيع العلماء التنبؤ به على وجه اليقين المطلق، ولكن يمكنهم تقديم بعض التخمينات المدروسة. في الوقت الحالي يبلغ عمر كوننا 13.77 مليار سنة، وما زال ينتج نجوما جديدة يمينا ويسارا. يقال إنه في نهاية المطاف بعد حوالي تريليون سنة سيولد النجم الأخير. سيكون هذا النجم الأخير عبارة عن رجل صغير قزم أحمر لا يمثل سوى جزء صغير من حجم كوكبنا. هذه النجوم هي الأبطال في العيش حياة طويلة، حيث تستهلك الهيدروجين ببطء للحفاظ على استمرار تفاعلاتها الاندماجية، لكن حتى هؤلاء لا يمكنهم الاستمرار إلى الأبد. وبعد مرور حوالي 100 تريليون سنة سينطفئ الضوء الأخير، سيكون الكون مظلما ووحيدا، ولكن لحسن الحظ لن نكون هنا لنشاهده يتلاشى. صورتان تتغيران بسرعة أمام عينيك، كوكبنا الضخم والفراغ الأسود. صورة الأرض تصبح أصغر فأصغر، تطير بعيدا عن سفينة الفضاء إلى فراغ لا نهاية له، ولا تعرف ماذا تفعل بعد ذلك. تحلق محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. يعد السير في الفضاء أمرا روتينيا لرواد الفضاء الذين يعملون هناك، وقد أمضى رواد الفضاء أكثر من 11,000 ساعة هناك حتى يومنا هذا. ولحسن الحظ خلال كل هذا الوقت لم يطر أحد بعيدا إلى الفضاء الخارجي دون أن يعود كما رأينا في الأفلام. لكن لسوء الحظ يواجه رواد الفضاء مخاطر أخرى لا تقل فظاعة أثناء السير في الفضاء. وقعت إحدى هذه الحوادث في عام 1966. ارتدى يوجين سيرنان حزام طيران وانطلق إلى الفضاء الخارجي لإجراء بعض أعمال الإصلاح. ارتفعت حرارة حزام الطيران الذي يساعد رائد الفضاء على التحكم في الطيران في حالة انعدام الجاذبية. ارتدى يوجين بنطالا واقيا خاصا مصنوعا من المعدن لحماية نفسه من هذه الحرارة. لم تنجح حماية البنطلون عندما ذهب إلى الفضاء الخارجي، وبدلا من توجيه الحرارة بعيدا عن جسده بدأت حرارة البنطال في الارتفاع. كانت البدلة ثقيلة وغير مريحة مثل درع الفارس، فكانت تحتك بجلده وتقيد حركته. يعد العمل في ظل انعدام الجاذبية أمرا صعبا للغاية من الناحية الجسدية، ولكن كان على يوجين أيضا أن يتعامل مع ارتفاع درجة حرارة بدلته بالكامل في ذلك اليوم. داخل بدلة الفضاء شعر وكأنه في حمام ساخن. تسببت درجات الحرارة المرتفعة والعمل الشاق في إصابته بالإرهاق والجفاف وفقدان الوزن الشديد. كان وجهه يتصبب عرقا وأعمته قطرات العرق. خلال سيره في الفضاء فقد رائد الفضاء حوالي 6 كيلوغرامات من وزنه. جاء رواد فضاء آخرون لإنقاذه وأعادوه إلى مركبته الفضائية، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة قاموا برشه بالماء البارد من خرطوم. للخروج إلى مساحة مفتوحة ضخمة لا متناهية يجب على رائد الفضاء أن يرتدي بدلة بمثابة قفص للجسم. حدثت حادثة خطيرة أخرى في عام 1973. ذهب رائدا الفضاء بيت كونراد وجو كيروين إلى الفضاء الخارجي لإصلاح جناح شمسي في محطة سكايلاب الفضائية، ولم يتحرك الجناح، وحاول رواد الفضاء تحريكه يدويا باستخدام القوة. أداروا الجناح العالق لكنه دفعهم، كان الدفع قويا جدا لدرجة أنه ألقى رائدي الفضاء بعيدا. لم يتمكنوا حتى من التشبث بسطح قريب وقذفوا بعيدا إلى الفضاء الخارجي. ولحسن الحظ كان لديهم كابلات أمان منعتهم من الطيران إلى الأبد، ومن خلال الإمساك بهم عاد رواد الفضاء إلى بر الأمان. تحتوي بدلة الفضاء الحديثة العادية على أكثر من 10 طبقات واقية. مثل هذه البدلة تحمي من درجات الارتفاع والانخفاض الشديدين في الحرارة. إنها مقاومة للتمزق ولا تتسرب إليها الرطوبة من الخارج. هذه الحماية ضرورية لمنع انخفاض الضغط. إذا ظهر منفذ صغير بين جسمك والفضاء فسيبدأ كل الأكسجين بالخروج من بدلة الفضاء. كلما فقدت البدلة المزيد من الأكسجين زاد التفريغ بداخلها، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الاختناق وزيادة حجم الجسم.
يبدو الأمر كما لو أنك بدأت بالانتفاخ من الداخل. في عام 2007 صعد ريك ماستراتشيو إلى الفضاء الخارجي للقيام ببعض أعمال الإصلاح. لسبب ما كان هناك ثقب في قفازه الأيسر بجوار إبهامه، كان على الطبقة الخارجية للقفاز. ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن رائد الفضاء لم يلاحظ ذلك وواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث. لكن طبقة واحدة تالفة يمكن أن تدمر الطبقة الثانية، والثانية يمكن أن تمزق الثالثة، وهكذا حتى وصل التفريغ إلى جلد رائد الفضاء. كان من المفترض أن يعمل ريك 6 ساعات في الفضاء الخارجي، ولكن خلال الساعة الرابعة لاحظ الضرر في بدلته الفضائية. أبلغ رائد الفضاء قيادته بذلك وتلقى أمرا عاجلا بالعودة إلى السفينة، ولم يعرف أبدا كيف ظهر ذلك الثقب. يوجد داخل محطة الفضاء الدولية العديد من المواد الكيميائية اللازمة للعمل في الفضاء. على سبيل المثال تمتلك الأمونيا خاصية تجميد أي سطح تقريبا. يستخدم هذا الصقيع الكيميائي لتبريد بعض مكونات المحطة أثناء ارتفاع درجة الحرارة. إن تسرب هذه المادة إلى محطة الفضاء الدولية أمر مستحيل عمليا، وهذا بالضبط ما سمعه رائد الفضاء روبرت كوربيم من الخبراء أثناء التدريب قبل رحلته الأولى إلى الفضاء. لكن هذا الحادث وقع له أثناء سيره في الفضاء لأول مرة عام 2001. كان روبرت يعمل خارج المحطة الفضائية عندما بدأ تسريب الأمونيا. تناثر السائل على جميع أجزاء بدلته الفضائية. طبقة سميكة من الجليد غطت الزجاج بسرعة. لم يستطع روبرت رؤية أي شيء. كان يخشى أن يكون قد سبب عطلا في شيء ما، لكن الحادث لم يكن خطأه. عملت الطبقات الواقية لبدلة الفضاء على حماية روبرت من التجمد، لكن الأمونيا قيدت حركته بشدة، وكانت المشكلة الرئيسية أنه لم يتمكن من العودة إلى السفينة. يمكن أن تصل الأمونيا إلى المحطة، وقد يؤدي ذلك إلى حالة طوارئ. كان على روبرت أن يقف في الفضاء الخارجي لمدة 1.5 ساعة وينتظر انتهاء التسرب، وبعد ذلك عاد بنجاح إلى المحطة. لكي ندرك مدى صعوبة العمل في الفضاء الخارجي، علينا أن نفهم ما هي البدلة الفضائية. إنها تزن 280 رطلاً، وهو ما يعادل وزن دراجة هوائية. لن تشعر بوزنها في حالة انعدام الجاذبية، لكنها ستجعلك تتعرق. وقد وصفها رائد الفضاء كريس هادفيلد بقوله إن كل حركة داخل بدلتك الفضائية تواجه مقاومة. تخدش البدلة جلدك وتضغط على عظامك ومفاصلك وتجبرك على بذل ضعف الطاقة للقيام بحركات بسيطة. في مثل هذه الظروف تبدأ في التعرق وتبلل عيناك. تتطاير هذه الرطوبة داخل الخوذة وتعميك حتى تتبخر. ولكن إذا كان هناك الكثير من الرطوبة فقد يهدد ذلك حياة رائد الفضاء. حدثت مثل هذه الحادثة في عام 2013 مع رائد الفضاء لوكا بارميتانو. ذهب لوكا إلى الفضاء لقياس شيء ما خارج المحطة، وفي لحظة ما شعر أن مؤخرة رأسه كانت مبللة، وأبلغ الآخرين بذلك وحصل على أمر بالعودة إلى المحطة. عندما عاد لوكا كان عليه أن ينقلب رأسا على عقب، وبمجرد أن فعل ذلك تدفقت المياه إلى خوذته، غطت معظم وجهه. لم يستطع لوكا أن يرى أو يسمع. حاول الإبلاغ عن المشكلة إلى القاعدة، لكن الماء غطى فمه. ولحسن الحظ أنقذه زملاؤه وساعدوه على العودة إلى المحطة. عندما فتحوا الخوذة انسكب منها ما يقرب من 2 لتر من الماء. تعد كابلات رواد الفضاء من أكثر وسائل الحماية أمانا ضد الطفو بعيدا في الفضاء، ولكن ماذا لو تحطم أحدها بسبب دفعة قوية أو لأن رائد الفضاء لم يصلح جيدا؟ لمزيد من الحماية توجد حقيبة ظهر تسمى سيفر. إنها مثل حزام الطيران. يطلق الغاز من الأنابيب الصغيرة ويغير اتجاه رحلتك. إذا كنت تتجول في الفضاء فإن تطبيق سيفر يتوقف ويضبط حركاتك. يمكنك التحكم اليدوي والطيران باستخدام عصا التحكم الخاصة. تم استخدام السيفر لأول مرة في عام 1994، ولكن قبل أن يقوم المهندسون بإنشائه كانت هناك وحدة المناورة المأهولة MMU. في عام 1984 استخدمها رائد الفضاء بروس ماككاندلز لأول مرة. ربما تكون قد شاهدت هذه الصورة الشهيرة حيث يطفو في الفضاء الخارجي بدون كابل. كانت المشكلة أن بروس كان أول من قام باختبار حزام طيران كهذا، ولم يكن متأكدا بنسبة 100% من أن الأمر سينجح. لقد ذهب إلى الفضاء الخارجي وفصل الكابل عن نفسه. لم يكن هناك شيء آخر يمنعه من الطيران إلى الهاوية السوداء اللانهائية،
ولن يتمكن فريقه من إنقاذه. تخيل كم كان الأمر مخيفا. لحسن الحظ نجح حزام الطيران، وبعد ذلك بعد 3 مهمات قررت ناسا التوقف عن استخدام MMU لأنها كانت غير آمنة. بعد ذلك اخترع المهندسون نظاما أكثر أمانا. تعد أحسمة الطيران والكابلات أنظمة أمان موثوقة، ولكن أفضل حماية لرائد الفضاء في الفضاء هي مهاراته. يحصل كل رائد فضاء على 6 سنوات من التعليم العالي وعدة سنوات أخرى من التدريب. إنهم يقضون ساعات طويلة في التدريب على الواقع الافتراضي باستخدام محاكاة السير في الفضاء. إنهم يدربون أجسادهم وعقولهم وقدرتهم على التحمل، لأن أهم ما عليهم فعله في المواقف الخطيرة في الفضاء هو عدم الذعر والحفاظ على هدوئهم. تخيل كرة سلة تدور على إصبع شخص ما. ستحتاج النقطة الموجودة على الطرف الخارجي إلى وقت أطول للدوران والعودة إلى مكانها مقارنة بالنقطة الموجودة عند الإصبع. تدور الأرض بالطريقة نفسها تقريبا. يدور الشخص الموجود في وسط أفريقيا بسرعة 1609 كيلومترا في الساعة أثناء دوران الكوكب، بينما لا يدور أي شخص في القطب الجنوبي على الإطلاق إلا حول نفسه في مكانه. في الوقت نفسه نتحرك جميعا إلى الأمام في الفضاء بالسرعة نفسها، لأن الكوكب يدور حول الشمس بسرعة 108,000 كيلومترا في الساعة. درجة الحرارة عند حدود مركز الكوكب الداخلي والخارجي 6,000 درجة مئوية، أي أعلى من حرارة سطح الشمس. والضغط الجوي هناك يبلغ 3.3 مليون ضعف الضغط الجوي عند مستوى البحر. منذ 2 أو 3 أعوام انجذب كويكب صغير إلى مدار الأرض وبدأ بالدوران حول الكوكب. ورغم أنه ليس أكبر من حجم سيارة عادية، يظل ذلك حدثا مهما. فمن بين أكثر من 1,000,000 كويكب يعرف علماء الفلك بشأنهم، كان ذلك ثاني كويكب فقط يدور حول كوكبنا. أطلق عليه العلماء اسم CD3-2020، وهو قمرنا الصغير المؤقت. لكنه لن يستمر في الدوران حول الأرض طويلا. يتبع الكويكب مدارا عشوائيا وينحرف بعيدا عن الأرض ببطء. الأجسام العالقة المؤقتة مثل CD3-2020 نادرة للغاية، فهي تحتاج إلى اتجاه وسرعة معينين حتى تدور حول الأرض بفعل الجاذبية الأرضية، وإلا سيصطدم الكويكب بكوكبنا أو يحلق في اتجاه آخر بعيدا عنه. تشير حركة المجرات وعناقيد المجرات التي تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية إلى وجود جسم هائل الحجم خارج الكون المرئي. بعد مليارات السنوات سيؤدي تمدد الكون إلى أن يصبح الفضاء ضئيلا حتى أننا لن نتمكن من رؤية النجوم في السماء على الإطلاق. القمر ليس كروي الشكل، بل هو أشبه بالبيضة. كذلك فإن مركز كتلة القمر يبعد حوالي 2 كيلومترين عن مركزه الهندسي. مع أن كوكب الزهرة هو أكثر الكواكب حرارة في مجموعتنا الشمسية، تهطل فيه الثلوج. لكن ليس كما تتوقع، تهطل ثلوج من المعادن وتمطر أحماضا. قطعا ليس هذا مكانا مناسبا لقضاء العطلة. يتكون كوكب زحل بشكل رئيسي من غاز الهيدروجين والهيليوم مع كميات أقل من الميثان والنشادر والمياه، لكنه يحتوي على كمية من الكبريت أكثر من كوكب المشتري، مما يضفي على الكوكب لمسة برتقالية اللون. على كوكب الأرض تعمل الموجات الصوتية على اهتزاز جزيئات الهواء، ولهذا نتمكن من سماع الصوت. تسمح الكواكب الأخرى والأقمار بانتقال الصوت عبر وسائط مثل الأغلفة الجوية والمحيطات أيضا. أما في الفضاء يقال إنه لا وجود للصوت، وذلك لعدم وجود أي جزيئات يمكن أن تهتز لنقل الموجات الصوتية. لكن لا يتفق كل الباحثين مع هذا الرأي، بالنظر إلى أن الفضاء ليس مجرد فراغ تام. وسط الفراغ توجد سحب من الغازات وجسيمات أخرى شاردة، لذا بناء على مكانك يمكن أن تنتقل الموجات الصوتية. يعرف علماء الفلك بشكل مؤكد أن الكون يتمدد ويزداد حجماً، وأن سرعة تمدد الكون تزداد بمرور الوقت. لكن إذا كان الكون يتمدد إلى حجم أكبر، فهذا يعني وجود حافة للكون بشكل ما، أليس كذلك؟ من غير المرجح أن يكتشف البشر حافة الكون على الإطلاق، لكن في حالة وجود حافة فعلاً، كيف ستبدو؟ هل ستكون جداراً عملاقاً ولا شيء وراءه؟ أم هاوية تؤدي إلى لا شيء؟ تقول أكثر النظريات شيوعاً إن الكون قد تشكل بطريقة لا تجعل له حافة، لكنها ليست الفكرة الوحيدة. توجد نظرية أخرى لكنها أكثر صعوبة في الشرح، تقول إن الكون لا نهائي بالفعل، وإن الجزء الذي نعيش فيه من الكون ليس فريدا من نوعه، وهذا يعني وجود مكان آخر في الكون يعيش فيه آخرون ونسخ أخرى منك
أحدها أقصر قليلا والآخر يصفف شعره بطريقة مختلفة، وآخر يشبهك تماما في كل شيء. توجد أيضا نظرية أخرى عن كون متعدد يتألف من العديد من الأكوان الأصغر، وأن الكون الذي نعيش فيه مجرد فقاعة صغيرة وسط فقاقيع أخرى مشابهة. ويثق العلماء الداعمون لتلك الفكرة في إمكانية ملامسة الفقاعات الكونية لبعضها البعض، وبذلك تبدأ الجاذبية في التدفق بينها. وعندما يتصل كونان أو ثلاثة أكوان يحدث الانفجار الكبير، مثل الذي حدث ونتج عنه كوننا الحالي. كوكب نبتون هو أكثر مكان عاصف في مجموعتنا الشمسية، تتحرك فيه سحب الميثان المتجمدة عبر الكوكب بسرعة 2000 كيلومترا في الساعة. مركز كوكب نبتون صلب، ويتكون بشكل كبير من الحديد وبعض المعادن الأخرى، وكتلته أكبر من الأرض بمقدار 1.2 مرة، وتصل درجة حرارته الداخلية إلى 5000 درجة مئوية. يعتقد علماء الفلك أيضا أنه على عمق 7250 كيلومترا قد توجد طبقة تمطر فيها بلورات ماسية. على كوكب الأرض اعتاد البشر على منظر غروب الشمس الجميل المصبوغ باللون البرتقالي أو الأحمر أو الأصفر، لكن على كوكب المريخ يتحول لون السماء الأحمر الوردي إلى الأزرق عند غروب الشمس في الأفق، وهذا لأن كوكب المريخ أبعد بكثير عن الشمس من الأرض، مما يجعل أشعة الشمس أقل قوة. كذلك فإن الغبار الدقيق في الغلاف الجوي للمريخ يمتص الضوء الأزرق ويتخلص من الألوان الدافئة التي نراها عادة على الأرض، لكن سواء كان أزرق أو أصفر يظل غروب الشمس مشهدا ساحرا. يبلغ حجم القمر حوالي ربع حجم الأرض، ويعتبر القمر هائل الحجم مقارنة بالأقمار الأخرى في الفضاء، ولا توجد حالة مشابهة في النسبة بين حجم القمر والكوكب في مجموعتنا الشمسية. لدى كوكب بلوتو قمر يبلغ تقريبا نصف حجمه، لكنه أشبه بتوأم للكوكب وليس قمرا. يوجد أكثر من 150 قمرا في مجموعتنا الشمسية، ويأتي قمر الأرض في المركز الخامس من حيث الحجم. قد توجد تجاويف من أنابيب الحمم البركانية على القمر. منذ وقت ليس بالطويل حصل علماء الفلك على نتائج اختبارات التضاريس السفلية للقمر، واكتشفوا كهفا ضخما تحت سطح القمر يمتد بطول 50 كيلومترا واتساع 96 كيلومترا، ومن المرجح أن يكون ناتجا عن نشاط بركاني منذ 3 مليارات عام. بعد تصلب تيارات الحمم البركانية تكونت قشرة خارجية صلبة سميكة، لكن من الداخل ظلت الحمم البركانية تتدفق، مما أدى إلى انصهار الصخور وتشكل قنوات وكهوف. وقد تكون الحفر الكثيرة التي اكتشفتها وكالة ناسا على سطح القمر فتحات لأنابيب الحمم البركانية. لا يمكننا استخراج معظم الذهب الموجود في كوكب الأرض. انتهى المطاف ب 99% من الذهب في مركز الكوكب منذ عدة مليارات من السنوات، إذ جذبه الحديد الموجود في مركز الأرض. نتحدث هنا عن 1.6 كوادريليون طن من الذهب، أي ما يكفي لتغليف سطح الكوكب بالكامل بطبقة سمكها نصف متر. وإذا لم تصطدم كل تلك النيازك بكوكب الأرض لاحقا وجلبت معها كمية إضافية من الذهب، كان سيصبح أكثر ندرة مما هو عليه. منذ وقت ليس بالبعيد اكتشف علماء الفلك كتلة ضخمة من مادة غامضة كانت مخفية تحت الجانب البعيد من القمر. كانت كتلتها مماثلة لكتلة كومة معدنية حجمها أكبر 5 مرات من جزيرة هاواي. يقع ذلك الشيء الغامض على عمق حوالي 320 كيلومترا أسفل فوهة البركان الضخمة التي ظهرت على سطح القمر منذ مليارات السنوات. من المرجح أن يكون لتلك الكتلة علاقة بتصادم هائل، قد تكون المركز المعدني للجرم السماوي الذي اصطدم بالقمر في ذلك الوقت. لا يطيق العلماء صبرا لوضع أيديهم على ذلك الاكتشاف. قد يفسر الكثير من الأشياء عن فوهة آيتيكان في القطب الجنوبي، وهي أكبر فوهة معروفة في المجموعة الشمسية. إذا كانت موجودة على سطح الأرض سيمتد إطارها البيضاوي من العاصمة واشنطن إلى تكساس. في عام 2011 اكتشف علماء الفلك مخزونا ضخما من المياه يطفو في الفضاء حول ثقب أسود هائل الحجم يسمى كويزار. عثر على أبخرة مياه طافية في مختلف أنحاء الكون، لكنها ليست شائعة. يحتفظ هذا المخزون على وجه التحديد بكمية من المياه أكثر من محيطات الأرض مجتمعة بحوالي 140 تريليون مرة. إنه أحد أقدم وأكبر وأبعد الأشياء المعروفة عن البشرية، إذ يبعد عنا بأكثر من 12 مليار سنة ضوئية. يفقد رواد الفضاء حوالي 1% من كتلتهم العضلية كل شهر. لمنع حدوث ذلك عليهم الالتزام بنظام تدريبي يستمر لمدة 2 ساعة كل يوم. ستلتقي مجرة درب التبانة بمجرة المرأة المتسلسلة خلال 3.75 مليار عام،
إنهما تتحركان تجاه بعضهما البعض بسرعة فائقة، وعندما تصطدم المجرتان ستشكلان مجرة بيضاوية ضخمة. لن أكون موجودا حينها. هل سبق لك ونظرت إلى السماء ليلا وحاولت عد كل النجوم؟ حظا سعيدا في ذلك. تمتلك مجرتنا درب التبانة حوالي 100 مليار نجمة، لكن تشير تقديرات أخرى إلى وجود أكثر من 200 مليار نجمة، وذلك لأن حساب كمية النجوم بدقة هو أمر شبه مستحيل حتى بالنسبة لعلماء الفلك. أما بالنسبة للكون بأسره، يوجد على الأقل 1 مليار تريليون نجمة، أي رقم 1 وبجواره 21 صفرا. بعبارة أخرى، هذا يعني وجود عدد من النجوم في الفضاء أكثر من عدد حبات الرمل على كل شواطئ كوكب الأرض. تمسكوا بقبعاتكم يا رفاق، لأننا على وشك الانطلاق في رحلة مذهلة. بمساعدة العلماء فائقي الذكاء ودراساتهم، طلبنا من الذكاء الاصطناعي أن يعيدنا إلى رحلة مذهلة قبل 2 ملياري سنة من الزمن، وأن يرينا كيف كانت تبدو أرضنا الرائعة. لذا اربطوا حزام الأمان ودعونا نكتشف ذلك. ذات مرة، عندما كانت الأرض مجرد طفل صغير قبل حوالي 4 مليارات و5 مليارات سنة، كان القفز إلى آلة الزمن والقيام بمثل هذه الزيارة بمثابة خطأ كبير. كان المكان كله في حالة من الفوضى العارمة. أولا، كانت الأرض لا تزال لزجة ومنصهرة، لذا فإن هبوط آلة الزمن الخاصة بك سيكون بمثابة مخاطرة كبيرة. والآن بمجرد محاولتك الخروج سترى أرضا مختلفة تماما مقارنة بما نعرفه اليوم. المناظر الطبيعية عبارة عن خليط من الجبال الوعرة والبحار المتلألئة ومساحات شاسعة من الأرض. تصور البراكين الضخمة التي تنفجر في رشقات نارية وتطلق الغازات والرماد في الهواء. إنه مثل عرض الألعاب النارية المجنون. وحتى لو كانت لديك آلة جديدة فاخرة يمكنها التحليق ولديك دروع خاصة للتعامل مع الحرارة، فستظل تواجه صعوبة في التنفس. كما ترى، كان الغلاف الجوي للأرض في وقت مبكر متقلبا بعض الشيء. غيوم كثيفة معلقة في السماء وتلقي بظلال غامضة على الأرض أدناه. الهواء رقيق كالهمس ومليء بجميع أنواع الغازات المثيرة للاهتمام مثل الهيدروجين والهيليوم، ويدور ثاني أكسيد الكربون حولها، مما يعطي كل شيء لونا أخضر نابضا بالحياة. ينجرف بخار الماء عبر الهواء، مما يخلق إحساسا بالرطوبة والضباب المنعش. أو وربما يكون هناك أيضا بعض الأمونيا والميثان، فقط لإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام. الكثير من الغازات الباردة، ولكن مهلا، هناك شيء مفقود، الأكسجين. لذا إذا أخذت نفسا عميقا فلن تشعر بهذا الاندفاع المألوف للهواء الذي يملأ رئتيك. على الأرض لا توجد غابات مورقة أو أشجار شاهقة حتى الآن، وبدلا من ذلك تجد تضاريس صخرية وعرة تحمل بعض هذه الصخور القديمة علامات قوة شديدة مثل الاصطدامات والزلازل التي شكلت الأرض على مدى ملايين السنين. ولكن وسط كل هذا الجمال القديم، هناك شيء مذهل على وشك الحدوث. إن الحياة في مراحلها الأولى تتطور وتستعد لدخولها الكبير. الكائنات الحية البسيطة مثل الطحالب والبكتيريا تحكم المشهد، وهي تزدهر في المحيطات، وذلك باستخدام ثاني أكسيد الكربون الوفير للنمو والتكاثر. تعج المياه بالنشاط، وتعج أشكال الحياة المجهرية الملونة وكأنها مدينة مزدحمة. تعمل هذه الكائنات الدقيقة بجد وتطلق الأكسجين أثناء قيامها بأعمالها. إنها مثل المصانع الصغيرة تغير ببطء تكوين الغلاف الجوي. إذن هذا ما كانت تبدو عليه الأرض المبكرة بشكل أو بآخر. ولكن لماذا كان الوضع سيئا جدا؟ وكيف يمكن أن يتغير كثيرا منذ ذلك الحين؟ كما ترى، جاءت حرارة الأرض من جميع أنواع الأشياء المجنونة التي حدثت أثناء تكوينها. أولا، كانت هناك بعض الحرارة الخطيرة المتراكمة بالفعل في الأجسام التي تشكل كوكبنا. وبعد ذلك، عندما أصبحت الأرض أكبر وأقوى، حصلت قوة جاذبيتها على دفعة كبيرة من القوة. لقد سحبت المزيد من الأشياء، لكنها أعطت الأرض أيضا عناقا هائلا وضغطت كل شيء بإحكام. وهل تعلم ماذا يحدث عندما يتم ضغط الأشياء؟ إنها تسخن مثل طنجرة الضغط. كان لهذا التسخين المجنون تأثير كبير على بنية الأرض. تصور الأرض كحقيبة مختلطة من الصخور والمعادن،
ولكن مع تسخين الأشياء أصبحت الصخور والمعادن دافئة جدا لدرجة أنها ذابت. وتخيل ماذا؟ غاص المعدن الأكثر كثافة إلى المركز وكونت نواة الأرض، بينما طفت المواد الصخرية الأخف لتشكل القشرة الأرضية. كان الأمر كما لو أن الأرض قررت أن تتفكك مكونة طبقات منفصلة. يطلق العلماء على هذا الانفصال الجامح اسم التمايز. لكن التدفئة لم تتوقف عند هذا الحد، ومع كل هذا الاختلاط والتحرك أصبحت الأرض أكثر سخونة. كان الأمر أشبه برفع الحرارة في فرن كوكبي عملاق. كل هذه الحرارة المجنونة كان لها بعض العواقب الوخيمة. جعلت درجة حرارة الأرض المرتفعة كل شيء سريعا للغاية. كانت الصفائح التكتونية تتراقص وكأن الغد لن يأتي، مما يجعل السطح نشطا للغاية ومليئا بالخدع الجيولوجية. أوه، هذا ليس كل شيء. لقد كانت الأرض تمطر أيضا من قبل بعض الزوار الكونيين الجادين. تخيل هذا. بينما كانت الأرض مشغولة بتجميع كل أنواع الحطام الفضائي أثناء تكوينها، كان بقية النظام الشمسي يسبب بعض الفوضى الكبرى. قرر زحل والمشتري تغيير الأمور من خلال تغيير مداراتهما، مما أدى إلى إرسال مجموعة كاملة من الأجسام الضخمة تندفع نحو الأرض الفقيرة. هذه الاصطدامات لم تكن مزحة. لقد لكمت الطبيعة الأرض لكمة أدت إلى إذابة المعادن في قشرة الأرض وحتى تبخيرها. كانت هذه الانفجارات شديدة جدا لدرجة أنها فجرت الغازات مباشرة خارج الغلاف الجوي للأرض. نتحدث هنا عن عرض الألعاب النارية البرية. صدق أو لا تصدق، لا يزال بإمكاننا اكتشاف ندوب المعارك القديمة الناجمة عن هذه الاصطدامات. يتطلب الأمر بعض العمل البوليسي الدقيق، ولكن يمكننا إلقاء نظرة خاطفة على عواقبها. على سبيل المثال، هناك هذا المكان الذي يسمى فوهة مانيتسوك في غرينلاند. على الرغم من عدم وجود حفرة فعلية يمكن رؤيتها، يمكننا فحص الصخور التي كانت تقشعر لها الأبدان من 12.5 إلى 15.5 ميلا تحت سطح الأرض في ذلك اليوم. وتخيل ماذا؟ إنها تحمل علامات الصدمة الشديدة والمفاجئة. أعظم اصطدام بينهم جميعا كان مع كوكب يدعى ثيا. ثيا بحجم المريخ تقريبا اصطدم بالأرض وأحدث انفجارا عظيما. لقد كان حدثا هائلا قد غير كل شيء. اندمج قلب ثيا المعدني مع قلب الأرض، بينما تحطمت الطبقات الخارجية لكلا الكوكبين وألقيت في الفضاء. النتائج حلقة جميلة من الحطام تحيط بالأرض. الآن هذا هو الجزء الأكثر روعة، أن الحطام لم يطفو إلى الأبد. لقد بدأ في التجمع معا مثل قطع اللغز التي وجدت ما يناسبها. وأخيرا لقد حصلنا على قمرنا الخاص. هل يمكنك تصديق ذلك؟ وقد تستغرق عملية صنع القمر المذهل هذه ما يصل إلى 10 سنوات أو حتى أقل. أمر مجنون، أليس كذلك؟ يطلق العلماء على هذه الظاهرة الرائعة التي تشكل القمر اسم فرضية الاصطدام العملاق. لذا في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى القمر في سماء الليل، تذكر أنه في الواقع جزء كبير من كوكبنا. وبالمناسبة، خاضت الأرض أيضا مغامرة كبيرة في محاولة خلق غلافها الجوي. في البداية لم تسر المحاولة الأولى لكوكبنا في الغلاف الجوي بشكل جيد. كان يحتوي على طبقة رقيقة من الهيدروجين والهيليوم جاءت مع كل الأشياء التي جمعها، لكن تلك الغازات. تتكون الأرض من 3 طبقات رئيسية، أولها النواة المكونة من طبقتين، النواة الداخلية الساخنة والصلبة والنواة الخارجية السائلة. ثم يليها الوشاح، تتبعه القشرة الرقيقة وهي السطح الذي تظهر عليه الحياة التي نعرفها. على الأقل هذا ما كنا نظنه، لأن العلماء اكتشفوا حاليا طبقة جديدة غامضة تقع في أعماق النواة الداخلية الصلبة. يبلغ حجم النواة الداخلية للأرض 2/3 حجم القمر تقريبا، وهي مكونة من النيكل والحديد الصلب. نواة الأرض شديدة الحرارة، فدرجة الحرارة في مركز الأرض تعادل تلك على سطح الشمس، إذ يمكن أن تصل حرارة النواة الخارجية إلى قرابة 5500 درجة مئوية. من الصعب استكشاف تلك الطبقة نظراً لصعوبة الوصول إليها. يبدو الأمر شبيهاً بالنظر من خلال نافذة عرضها 5150 كيلومتر وملطخة بالمعادن والصخور المنصهرة.
لكن يمكننا الاعتماد على التجارب المخبرية على الصخور المعرضة للحرارة والضغط وعلى إشارات الموجات الزلزالية والنماذج الحاسوبية. عندما يحدث الزلزال يرسل موجات صدمة تنتقل عبر الطبقات بسرعة مختلفة بناء على الاتجاه الذي تسير فيه والمواد التي تتحرك من خلالها. قام فريق من العلماء في الدراسة الجديدة بوضع مجموعة من البيانات من 100,000 زلزال يتجاوز عمق بعضها 100 كيلومتر تحت سطح الأرض. عند وقوع زلزال على أحد جانبي الأرض يتتبع العلماء موجاته على طول الجانب الآخر. تختلف الموجات عند وصولها إلى الجانب الآخر، لهذا السبب يحاول العلماء معرفة المواد التي مرت من خلالها وسببت اختلافها. بفضل هذه الزلازل اكتشفوا طبقة جديدة في نواة الأرض. في الظروف العادية تنتقل الموجات الزلزالية على طول خط الاستواء، لكنها تنحرف في الأسفل وتذهب في اتجاهات مختلفة إلى الجانب بحوالي 60 درجة. عند مرور الموجات عبر النواة الداخلية من الشمال إلى الجنوب فإنها تتحرك بسرعة أكبر من الموجات التي تمر عبر طبقة النواة الموازية لخط الاستواء. من الضروري التأكيد على أهمية النواة التي تخلق المجال المغناطيسي والذي بدوره يحمي الأرض من أشياء كالرياح الشمسية، وهي جزيئة مشحونة قادمة من الشمس. اكتشفنا في الستينيات أن الأرض تنبض كل 26 ثانية، إنها كالساعة بنبضات قلب تهزها بعض الشيء، لكننا لا نشعر بذلك الاهتزاز غالباً. لكن لا يزال بوسع الباحثين تعقب ذلك الاهتزاز. يعتقد البعض منهم أن الرف القاري يأتي على شكل موجة انهيار ضخمة تحت المحيطات. على سبيل المثال ينتهي أعلى جزء في قارة أمريكا الشمالية بسطح عميق. تقول إحدى النظريات أن الموجات ضربت هذه البقعة منتجة نبضات منتظمة. الأمر أشبه بالضرب على أنواع الطبول، إذ تضربها بيديك ثم تضرب تلك البقعة مجددا عن غير قصد لتحصل على الضربة الإيقاعية الصحيحة، فتهتز الأرض بالكامل. إذا كانت هذه النظرية صحيحة فنحن محظوظون، لأنه لم يعد هناك المزيد من البقع التي يمكن أن تهز الأرض كما فعلت هذه. يعتقد علماء آخرون أن النبض يحدث بسبب بركان على مقربة من النقطة الحساسة. أنت تسير وتركض وتقفز، ولكن عندما تتوقف تشعر بأنك ثابت في مكانك، فأنت تتحرك أثناء ثباتك هذا لأن الأرض في حركة دائمة. ووفقا للمكان الذي تتواجد فيه قد تدور حول الكون بسرعة تتجاوز 1600 كيلومتر في الساعة. أما إن كنت على خط الاستواء فستصل سرعتك إلى أقصى حد. لنفترض مثلا أنك تدور كرة سلة على إصبعك. تحقق من خط الاستواء للكرة، يمكن لأي نقطة عليه أن تتحرك لمسافة أكبر من أي نقطة أخرى قريبة من إصبعك، أي أن النقطة على خط الاستواء تتحرك بسرعة أكبر. الأرض كوكب يتجدد باستمرار، فالأرض التي نسير عليها مرت بدورة الصخور التي لا تتوقف لتحول الصخور من نوع إلى آخر. تمتلئ أعماق الأرض بالحمم المنصهرة، وعند خروج تلك الحمم إلى السطح تتصلب وتصبح صخوراً. تصل تلك الصخور إلى الأرض من خلال النشاط التكتوني كالثورانات البركانية والزلازل وتكون الجبال وجميع العمليات الأخرى التي تشكل سطح الأرض. عند وصول تلك الصخور إلى السطح تعمل عوامل التعرية على تشكيلها وتقطيعها، ثم تتسرب تلك الجسيمات الصغيرة ويرص الضغط الواقع عليها من الأعلى الجزيئات في الصخور الرسوبية كما هو الحال في الحجر الرملي. يمكن أن ينتهي الأمر بالصخور الرسوبية على عمق أكبر تحت سطح الأرض. نظرا لوجود مقدار كبير من الضغط والحرارة هناك تنضج تلك الصخور في طبقة الصخور المتحولة، حينها تعود إلى السطح مجددا أو تتعرض للمزيد من التعرية. قد تندفع صفائح القشرة واحدة تحت الأخرى، وبهذه الطريقة تتحول الصخور مرة أخرى إلى حمم منصهرة. لقد استكشفنا 5% فقط من المحيطات حتى الآن، فلا تزال المحيطات والحياة البحرية لغزا كبيرا. الرواسب الموجودة تحت الماء موطن للكثير من الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة على أعماق تصل إلى 2.5 كيلومتر تحت سطح الماء. هناك كائنات حية دقيقة تختبئ في أعماق الصخور البركانية في قاع البحر قبالة أجزاء من المحيط الهادئ تحت 265 مترا من الرواسب.
ينمو الغلاف الحيوي في قاع البحر ببطء شديد مقارنة بالحياة على السطح. يحدث انقسام الخلايا هناك كل 10 أعوام إلى 1000 عام. هناك شيء مختلف في محور الأرض، إذ أدت التغيرات المناخية وذوبان الأنهار الجليدية في مناطق كجبال الهيمالايا وألاسكا إلى تحرك المحور. تتمتع الأرض بنوعين من الأقطاب. النوع الأول يضم القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي، اللذين يؤثران على حركة الانجراف والملاحة. والمحور الذي تدور حوله الأرض هو نوع آخر من الأقطاب. لاحظنا أنه تغير قليلا بمرور الوقت، لكننا لا نعرف السبب بالضبط. وجد الباحثون كتلا متحركة من الماء تدفع محور الأرض نحو الشرق. خذ إناء من الماء كمثال، إذا حركته ذهابا وإيابا فإن الترنح سيدفع الماء في كل اتجاه، ويحدث الشيء ذاته على مستوى الكواكب. بغض النظر عن حجم زلزال، لا يمكن لأي إنسان أن يشعر بزلزال على الجانب الآخر من الأرض، رغم ادعاء البعض بحدوث ذلك. في عام 2013 وقع زلزال بالقرب من جزر الكوريل بقوة 8.5 درجة وعمق 650 كيلومتر. لقد كان قويا لدرجة أن الناس في أستراليا شعروا باهتزاز الأرض. ووقع أقوى زلزال في تشيلي عام 1960، إذ بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر، وامتدت منطقة التصدع من 500 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر على طول ساحل البلاد. لا يمكن لزلازل بقوة 10 درجات أو أكبر أن تحدث. تعتمد الدرجة على الصدع ومكان حدوثه. كلما كان الصدع أطول ازدادت شدة الزلزال. الصدع هو شق في قشرة الأرض بين جانبين من الصخور التي تتحرك عكس بعضها. لم نعثر بعد على صدع طويل بما يكفي لتوليد زلزال بقوة 10 أو أكثر. إذا حدث ذلك فسيمتد تأثيره إلى معظم سطح الأرض. زلزال بقوة 12 درجة سيتطلب صدعا أكبر من كوكبنا. أحد جانبي الأرض أكثر برودة من الجانب الآخر. في الأرض نظام يبقيها دافئة من الداخل، ذلك السائل الداخلي الأحمر الساخن الواقع على عمق كبير تحت سطحها. هذا السائل يدور وفي نفس الوقت يولد مجالا مغناطيسيا وجاذبيا، وبهذه الطريقة تقارب نواة الأرض الغلاف الجوية من سطح الأرض. تمتص الأرض أيضا حرارة الشمس، وغالبا ما يحدث هذا على السطح. لا تنتشر الحرارة بالتساوي في زوايا الأرض، إذ تتبدد الحرارة من النصف المكون من المحيط الهادئ بشكل أسرع منها في النصف الأفريقي. يحدث هذا لأن اليابسة تحبس الحرارة أكثر من السطح الموجود تحت الماء. أضف أن قاع البحر أرق بكثير من اليابسة، ودرجة الحرارة المنبعثة من قلب الأرض تعاكسها الكميات الكبيرة من الماء البارد فوقها. ليست السحب قطع قطن تطفو بلا وزن في الجو، إذ تزن الخيمة في المتوسط 500 طن وتساعد في تنظيم درجة حرارة الأرض. إذا أخذت كل قطرات الماء في السحب ووزعتها على سطح الأرض فستتمكن من تغطية الأرض بطبقة سائلة بعرض شعر الإنسان. لا يبدو هذا كثيرا، لكن هذه المياه مهمة جدا للمناخ، فلولا السحب لارتفعت درجة الحرارة فوق ما نحتمل. الفضاء، الحدود النهائية، إنها مساحة شاسعة وغامضة فتنتنا لعدة قرون، ولكن بقدر ما عرفنا عنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي كذبوا علينا بشأنها. دعونا نلقي نظرة على بعض أكبر الأكاذيب التي قيلت لنا عن الفضاء. أولا، لدينا جميعا تصور أن الفضاء هو مجرد هذا المكان الشبيه بالطبيعة البكر التي لم يمسها أحد، ولكن هذا ليس صحيحا بشكل كامل. لقد ظللنا ننثر حطاما في الفضاء لعقود من الزمن، بدءا من الأقمار الصناعية القديمة وحتى أجزاء الصواريخ. في الواقع هناك أكثر من 20,000 قطعة من الحطام تدور حول الأرض في الوقت الحالي، وهي تسبب جميع أنواع المشاكل للبعثات الفضائية المستقبلية. لذا إذا كنت تخطط لزيارة الفضاء في أي وقت قريب فراقب أين تذهب، فأنت لا تعرف أبدا نوع المخلفات التي قد تطفو حولك. هل تعلم أن الشمس ليست صفراء في الواقع؟ إنها خضراء اللون. حسناً، إنها كذلك نوعاً ما. كما ترون يقيس العلماء درجة حرارة النجوم من خلال طيف الألوان التي تصدرها. تظهر النجوم الباردة باللون الأحمر، بينما تظهر النجوم الأكثر سخونة باللون الأزرق.
تبعث شمسنا معظم طاقتها بأطوال موجية قريبة من اللون الأخضر، ولكن لأنها تبعث أطوالا موجية أخرى أيضا، فإن كل هذه الألوان تمتزج معا وترى عيناك هذا الخليط النابض بالحياة باللون الأبيض. أما من الأرض تبدو الشمس صفراء لأن غلافنا الجوي يشتت الضوء الأزرق بكفاءة بالغة. لو كان نجمنا أصفر بالفعل لتحولت الأرض إلى صخرة متجمدة وكنا سنصبح جميعا ذبابة قطبية. بالإضافة إلى ذلك فإن الشمس ليست مشتعلة حقا، إنها كرة كبيرة من الغاز تتكون في معظمها من الهيدروجين والهيليوم، وهي بمثابة مفاعل نووي عملاق، حيث تدمج ذرات الهيدروجين باستمرار لتكوين الهيليوم داخل نواتها. تطلق هذه العملية كميات هائلة من الطاقة، ولهذا السبب تكون الشمس ساخنة جدا. وبالحديث عن اشتعال النيران في الأشياء، فإن الانفجارات في الفضاء ليست حقيقية. أعتذر لعشاق حرب النجوم، لا يمكن لسفينة فضائية أن تنفجر لأنه لا يوجد هواء في الفضاء. لا يوجد هواء يعني أنه لا يوجد أكسجين، وعدم وجود أكسجين يعني عدم وجود نار. الآن قد تعتقد أيضا أن هناك عددا كبيرا جدا من النجوم في سماء الليل بحيث لا يمكنك عدها، ولكن في الواقع يمكنك فعل ذلك. وفقا لكتالوج جامعة ييل للنجوم الساطعة، هناك 9110 نجما يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة. لذا من الناحية النظرية يمكنك عدها، لكنني لن أتفاجأ إذا أخطأت العد. وإذا كنت قلقا بشأن الطيران عبر حزام الكويكبات فلا تقلق، على الرغم من أنه يحتوي على تريليونات من الصخور الفضائية التي تتراوح أحجامها من الغبار الفضائي إلى ربع حجم القمر، إلا أنها بعيدة جدا عنا. يبلغ عرض حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري 225 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل مرة ونصف المسافة بين الأرض والشمس. يؤدي هذا إلى نشر الصخور الفضائية على بعد آلاف الأميال، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تصطدم مركبة فضائية بها. سوف تتجمد على الفور في الفضاء إذا كنت بدون بدلة فضاء. لا، لن تتحول إلى مثلجات على الفور، سيستغرق الأمر وقتا أطول قليلا من ذلك، لأن الحرارة والبرودة لا تتحركان بسرعة كبيرة في فراغ الفضاء. ولكن لسوء حظك هناك مشكلة أكبر، فلن تتمكن من التنفس. بعد 15 ثانية فقط لن يحصل دماغك على كمية كافية من الأكسجين من دمك، وسوف تفقد الوعي. ومن ثم بعد دقيقتين فقط ستكون النهاية لبقية أعضاء جسدك. لذا باختصار، إذا وجدت نفسك تلعب دور رائد فضاء بدون بدلة فضائية فستنتهي اللعبة بسرعة كبيرة. هل تعلم أن الفضاء لا توجد به أي درجة حرارة على الإطلاق؟ وذلك لأن درجة الحرارة يتم تحديدها من خلال السرعة التي تتحرك بها الجزيئات وكمية الطاقة بها. في الفراغ الحقيقي للفضاء لا توجد جزيئات لتتحرك، مما يجعله أقل درجة حرارة. بالطبع بعض أجزاء الفضاء ساخنة حقا مثل المناطق المحيطة بالنجوم، ولكن كلما ابتعدت عن النجوم زاد تباعد الجسيمات، مما يجعل تلك المناطق من الفضاء باردة جدا. الرقم 9 هو شكل كوكبنا. لا، إنه ليس مسطحا، ولكنه ليس كرويا تماما أيضا. نعم، إنه ينتفخ عند خط الاستواء بسبب الدوران الجامح لكوكبنا. يبدو الأمر كما لو أن الأرض تقوم برقصة صغيرة خاصة بها، وبسبب هذا الانتفاخ فإن إطلاق السفن الفضائية من خط الاستواء أسهل بكثير من إطلاقها من القطبين. الآن عندما يتعلق الأمر بالصوت في الفضاء فهو أمر صعب بعض الشيء. قد تظن أنه لا يمكن لأحد أن يسمع صراخك، لكن هذا ليس دقيقا تماما. الحقيقة هي أن الصوت يحتاج إلى شيء ينتقل عبره مثل الهواء أو الماء. في الفضاء الأشياء متباعدة بشكل كبير، لذا فإن كل تلك المعارك الفضائية الملحمية والانفجارات المجرية ستكون صامتة تماما. ومع ذلك هناك بعض الأماكن في الفضاء تحتوي على ما يكفي من الجسيمات لينتقل الصوت عبرها. على سبيل المثال يمكنك سماع صوت الثقب الأسود الموجود في مركز مجموعة مجرات فيرساوس. هناك أسطورة أخرى تتعلق بانعدام الجاذبية. هذا ليس له معنى في الواقع. لا تزال هناك بعض الجاذبية حول محطة الفضاء الدولية. حوالي 90% من الجاذبية التي نشعر بها على أرضنا. لكن رواد الفضاء يمكنهم الطفو لأنهم في الأساس يسقطون بشكل حر حول الكوكب.
ولنكن واقعيين، نسخة هوليوود من السفر إلى الفضاء ليست حقيقية. من المؤكد أن المدارات موجودة، لكن الارتفاعات المختلفة تعني سرعات مختلفة. لذا فإن الانتقال من مدار إلى آخر ليس مجرد نزهة في حديقة. لا يمكنك أن تدفع نفسك في الاتجاه الصحيح وتأمل في نتيجة جيدة ببساطة، بل عليك أن تأخذ تلك السرعات المدارية بعين الاعتبار. ذكرني هذا بفيلم جرافيتي لعام 2013 وكيف حاولت ساندرا بولوك البقاء على قيد الحياة في الفضاء. من المؤكد أن هوليوود لها دور في هذه الأساطير، لكن من يستطيع أن يلومهم؟ في عام 1976 التقطت المركبة الفضائية فايكينغ واحدة التابعة لناسا صورة لتشكيل صخري غريب على المريخ بدا وكأنه وجه بشري مثير للريبة. ادعى بعض الناس أنه لابد أن يكون دليلا على وجود حياة خارج كوكب الأرض على الكوكب الأحمر، لكن وكالة ناسا كان لها رأي مختلف. ووفقا لوكالة الفضاء فإن الوجه لم يكن أكثر من مجرد مجموعة من الصخور المتراكمة بطريقة خلقت الظلال التي ألقتها وهما لملامح الوجه. اتضح أنه كان مجرد تل عادي جذب الكثير من الأضواء لتكوينه الغريب. النظام الشمسي ثابت في مكانه، هذه كذبة كبيرة. إنه يتحرك عبر الفضاء بسرعة 225 كيلو مترا في الثانية، مما يعني أنه يتحرك عبر الكون بشكل أسرع من الفهد الذي يطارد فريسته. ويستغرق النظام الشمسي 230 مليون سنة لإكمال مداره الكامل حول درب التبانة. إنه لأمر جيد ألا تحصل على مخالفة سرعة، لأن ذلك سيكون بمثابة غرامة فلكية حرفيا. بدون الشمس ستكون الكواكب باردة جدا، نحن نتحدث عن درجات حرارة منخفضة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر. ولكن مع وجود الشمس تتمتع الكواكب بدرجات حرارة مناسبة للعيش بشكل أكبر. بطبيعة الحال تكوين الكواكب ليس متساويا، عطارد على سبيل المثال هو الأقرب إلى الشمس، أما الزهرة فهو أبعد، ولكنه تمكن بطريقة ما من أن يكون أكثر سخونة من عطارد. المسافة من الشمس ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على درجة حرارة الكوكب، هناك أشياء أخرى مثل حجم الكوكب وعكاسيته تلعب دورا أيضا. لذا فإن كون عطارد هو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي هو افتراض خطأ، فمجرد أنه الأقرب إلى الشمس لا يعني أنه الأكثر سخونة. على الرغم من تعرضنا للخداع في بعض النواحي، إلا أن هذا لا يقلل من روعة الفضاء، فهو لا يزال جزءا شاسعا وجميلا ورائعا تماما من الكون، وما زال هناك الكثير مما لم نكتشفه بعد. من يدري، ربما يوما ما سنكتشف حقا رفاقا صغارا من ذوي البشرة الخضراء هناك، أو ربما سنجد شيئا أكثر روعة. وحتى ذلك الحين علينا فقط أن نستمر في الحلم والاستكشاف. لدينا 14 كذبة في قائمتنا، هل لديك أي أساطير فضائية أخرى تود كشف زيفها؟ وعندما تنظر إلى الصور الملتقطة من المركبات الفضائية أو محطة الفضاء الدولية للأجرام المضاءة بأشعة الشمس كالأرض أو القمر، ستلاحظ شيئا غريبا. يبدو الفضاء فارغا، لن يكون بوسعك مشاهدة المنظر الخلاب للسماء المرصعة بالنجوم ليلا. سيكون الأمر مملا للغاية عندما تذهب في جولة لرؤية النجوم في الفضاء، لأن السماء مظلمة وداكنة جدا طوال الوقت. في النهار ترى السماء في كوكبنا زرقاء بسبب انتشار الضوء، ويحدث ذلك عندما تتسلل أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي. بالمقابل إذا كنت على سطح القمر أو في مكان آخر من الفضاء، فلن يكون هناك غلاف جوي ينشر الضوء بهذه الطريقة، ولهذا تظهر السماء سوداء دائما. لكن هذا لا يعني أنها أقل سطوعا. إذا نظرت من نافذة محطة الفضاء الدولية سترى نفس مقدار أشعة الشمس المباشرة التي تراه عندما تنظر من نافذة شقتك في يوم مشمس، إن لم يكن أكثر. عندما تلتقط صورة في يوم مشمس، من المرجح أن تستخدم إعدادات التعرض القصير إلى جانب فتحة عدسة ضيقة في الكاميرا، وبهذه الطريقة ستدخل كمية قليلة فقط من الضوء إلى الكاميرا. هذا أشبه بانقباض حدقة العين التلقائي تحت أشعة الشمس حتى لا تضطر إلى استقبال الكثير من الضوء. ولأن المكان في الفضاء ساطع،
تحدث نفس العملية عندما نلتقط صوراً للأجسام المضاءة بأشعة الشمس، وبالتالي فإن استخدام إعداد التعرض القصير يمنحنا صوراً جيدة وساطعة للأرض أو سطح القمر، غير أن هذا يعني أيضاً عدم ظهور نجوم في الصور. حتى في الفضاء تكون النجوم معتمة نسبياً، لا تبعث النجوم ما يكفي من الضوء لتظهر في الصور التي يتم التقاطها بتلك الإعدادات. يملك كوكبنا سماء زرقاء تتحول ببطء إلى لون أحمر برتقالي جميل في وقت الغسق والغروب، لكن لو أتيحت لك رؤية مشهد غروب الشمس على كوكب المريخ فيفترض بك أن تتوقع العكس، سماء بنية برتقالية نهارا تميل إلى الزرقة عند الغروب. ويمكن تفسير هذا في المقام الأول بكون المريخ أبعد عن الشمس من كوكبنا، لهذا عندما تنظر إلى الشمس من سطح المريخ ستبدو أصغر وأكثر شحوباً. ليس هذا فحسب، تظهر الشمس من المريخ كنقطة بيضاء مزرقة تحيط بها هالة زرقاء. يحتوي الغلاف الجوي الرقيق للكوكب الأحمر على جسيمات كبيرة من الغبار تتسبب في تأثير يعرف بتبعثر ماي، ويحدث عندما يكون قطر الجسيمات في الغلاف الجوي مساوياً تقريباً للطول الموجي للضوء المتناثر، وينقح هذا التأثير الضوء الأحمر المنبعث من أشعة الشمس. وهكذا لا تبصر عيناك على كوكب المريخ إلا الضوء الأزرق. لماذا لا توجد حلقات حول الأرض؟ كل الكواكب الغازية العملاقة في مجموعتنا الشمسية، المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، لديها حلقات، بينما الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والمريخ ليس لديها حلقات. توجد نظريتان عن ظهور الحلقات حول الكوكب، قد تكون مجرد مواد متبقية من زمن تشكيل الكوكب أو بقايا قمر تابع دمر بسبب تصادم مع جسم فضائي آخر أو بسبب الجاذبية القوية للكوكب نفسه. تشكلت الكواكب الغازية العملاقة في المناطق الخارجية من مجموعتنا الشمسية، بينما جميع الكواكب الصخرية أبصرت النور في الجزء الداخلي منها، لذا ربما كانت الكواكب الداخلية محمية أكثر من التصادمات المحتملة التي كانت لتشكل حلقات من حولها. كما توجد أيضا الكثير من الأقمار في المناطق الخارجية لمجموعتنا الشمسية، وهو ما قد يكون سببا آخر لوجود حلقات حول تلك الكواكب. كما أن الكواكب الأكبر تملك جاذبية أقوى، مما يعني أن بإمكانها الحفاظ على حلقاتها مستقرة بعد تشكلها. يعتقد بعض الخبراء بأن الأرض كانت تملك حلقة في غابر الزمان، ربما اصطدم جسيم فضائي بحجم المريخ مع كوكبنا، مما تسبب في حلقة كثيفة من البقايا ظلت تدور حول الأرض، ويعتقد آخرون أن تلك البقايا لم تشكل حلقة حول الأرض، وإنما القمر الذي يدور حولها حالياً. ربما يكون هناك كوكب عملاق يتجول على حافة مجموعتنا الشمسية أبعد من نبتون بكثير. أطلق العلماء على هذا الجسم الغامض الكوكب 9. إذا كان موجوداً فعلاً، من المرجح أن يشبه أورانوس أو نبتون، وهو أكبر 10 مرات من كوكبنا. من المحتمل أنه يدور حول الشمس، لكن في النطاق الخارجي للمجموعة الشمسية حوالي 20 مرة أبعد من كوكب نبتون. تقول نظرية مثيرة أخرى إن الكوكب 9 في الواقع ثقب أسود بحجم ليمونة هندية يجوب الفضاء بطريقة مماثلة للكواكب الكبيرة. رغم اعتقادنا في السابق أن الماء عنصر نادر للغاية، إلا أنه متوفر في جميع أنحاء مجموعتنا الشمسية. على سبيل المثال، غالباً ما يمكنك العثور عليه في الكويكبات والنيازك، كما يوجد في فوهات سطح القمر والمريخ. بالمقابل، ما زلنا لا نعرف إن كانت كمية المياه كافية لدعم إنشاء مستعمرات بشرية محتملة إذا قرر الإنسان الانتقال للعيش فيهما، لكن من المؤكد أن جزيئاته موجودة هناك. هناك مياه عند قطبي كوكب المريخ أيضاً، معظمها مخفي في طبقات من الجليد وأسفل سطح الغباري للكوكب على الأرجح. يحتوي قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري على الماء أيضاً، وهو أكثر مرشح محتمل معلوم حتى يومنا هذا
قادر على استقبال الحياة البشرية عدا كوكب الأرض. من المرجح وجود محيط كامل من المياه السائلة تحت سطحه الجليدي، وربما يحتوي في الواقع على ضعفي كمية مياه محيطات الأرض مجتمعة. كوكب نبتون دافئ على نحو غير متوقع، رغم أنه أبعد 30 مرة عن الشمس من كوكبنا ويستقبل أشعة شمس وحرارة أقل، لكنه يظل يشع حرارة أكثر بكثير مما يستقبله، كما أن نشاط غلافه الجوي أكبر مما تتخيل، لا سيما إذا قارنته بجاره أورانوس. كلاهما يبث نفس القدر من الحرارة، رغم أن أورانوس أقرب إلى الشمس بكثير، ولا أحد يعرف السبب. يمتاز كوكب نبتون برياح قوية للغاية قد تصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة. هل هي السبب في إنتاج تلك الحرارة يا ترى؟ أم ربما يكون ذلك بسبب نواة الكوكب أو قوة جاذبيته؟ يوجد ثقب أسود عظيم يتجول في الفضاء بسرعة 8 ملايين كيلومتر في الساعة، رصده العلماء بتلسكوب هابل الفضائي، ويعتقدون أن كتلته تعادل كتلة مليار شمس مجتمعة. كان من المفترض أن يظل في مركز مجرته الأصلية، لكن بعض قوى الجاذبية دفعته بعيداً، وفي مرحلة ما سوف يتحرر ذلك الثقب الأسود من مجرته ويواصل التجول في أنحاء الكون، لحسن الحظ أنه لا يزال بعيداً عنا بمقدار 8 مليارات عام. تعتبر العواصف الشمسية قوية للغاية لدرجة أنها قد تتركنا في ظلام دامس. في يوليو 2012 حدثت أقوى عاصفة شمسية منذ أكثر من 150 عام وكادت أن تصيب الأرض، وقد ظلت الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي عبارة عن فقاعات كبيرة من الغاز المتأين، تتمزق حول مدار كوكبنا منذ ذلك الوقت. ولو قدر لها أن أصابت كوكبنا لكنا في مرمى النيران بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنا سنتعرض إلى اندفاع المواد الشمسية نحو الأرض، مما كان ليدمر أجهزة الكمبيوتر ويتسبب في انقطاع للطاقة الكهربائية يدوم شهورا. تعرضنا لعاصفة شمسية مفاجئة في 25 من يونيو 2022، حتى إن أحد المصورين تمكن من التقاط الشفق القطبي المذهل الذي ومض فجرا في سماء منطقة كالجاري الكندية، واستمر حوالي 5 دقائق وقد ظهر بسبب العاصفة. النجوم مصاصة الدماء موجودة بالفعل، وهي جزء من نجم ثنائي، وهي قادرة على مص حياة النجم الآخر في ذلك النظام الثنائي، وتفعل ذلك حتى تواصل الاحتراق لوقت أطول. تتم هذه العملية على النحو التالي: نجم أصغر بكتلة أقل يسرق الوقود الهيدروجيني للنجم الآخر ليزيد من كتلته، ثم يصبح هذا النجم مصاص الدماء أكثر حرارة، كما أن لونه يتحول إلى الأزرق الساطع، وبهذه الطريقة يبدو أكثر شباباً بكثير. يا له من سلوك ماكر. يطلق على لون الكون اللاتي الكوني، حيث يملك الضوء الصادر من المجرات والنجوم داخل الكون إلى جانب سحب الغازات والأتربة في الكون الملحوظ لوناً مميزاً، وهو لون عاجي قريب جداً من الأبيض، ويكتسب الكون لونه البيج لأن المناطق التي تصدر أضواء خضراء وصفراء وحمراء أكثر من تلك التي تصدر الضوء الأزرق. قد يخفي قمرنا الكثير من جيوب المياه أكثر مما كان يعتقده العلماء، فيوجد على سطحه شيء يدعى الفخاخ الباردة. إنها مناطق تقع دائما في الظل. إذا استطعت الوقوف بالقرب من أحد قطبي القمر، خاصة القطب الجنوبي، سترى تلك الظلال في كل مكان، وقدرها 39,000 كيلومتر مربع. هناك فخاخ باردة شديدة الصغر لا يزيد عرضها عن 1 سنتيمتر، وهناك مئات وآلاف من الفخاخ الأكبر حجما. تقع هذه المناطق في ظلمة أبدية، بل ربما لم يلمسها أي شعاع شمس منذ مليارات الأعوام، والآن يعتقد العلماء أنها تخفي أكثر بكثير مما كنا نظن، بما في ذلك بعض القطع الصغيرة من الثلج التي لا يتجاوز حجمها عملة معدنية صغيرة، لكنها لا تزال مفيدة ليشربها رواد الفضاء في رحلاتهم.
قد تخزن أغلب المياه داخل زجاج أو في مكان بين الرمال على سطح القمر. تقول إحدى النظريات إن 40,000 كيلومتر مربع من سطح القمر ربما يمكنه تخزين الماء، لكن لا يستطيع أحد إثبات ذلك حتى يذهب إلى هناك بنفسه أو إرسال مركبات تحفر تحت السطح. القمر ليس ناصع البياض أو عديم اللون. قال رواد الفضاء في بعثة أبولو الذين هبطوا على القمر عام 1969 إن القمر يميل إلى اللون البني، وأظهرت دراسات لاحقة مناطق داكنة بها لمحات من البني والأزرق. المناطق المرتفعة لها لون مصفر وبقايا شاحبة من اللون الوردي. تختلف الألوان من مكان لآخر بسبب الكميات المختلفة من المعادن الموجودة في القمر مثل التيتانيوم والحديد اللذين يوجدان على السطح. لا تتمتع أعيننا بالقدرة اللازمة لرؤية الفرق من هذه المسافة البعيدة، لكن يتكون أغلب سطح القمر من معادن لها لون رمادي طبيعي، وهو اللون الذي نراه من كوكبنا. عندما تكون في الفضاء لا يمكنك السير على سطح القمر لعدم وجود جاذبية، لا يحتاج أحد لأحذية، لهذا غالبا ما يرتدي رواد الفضاء الجوارب، ويرتدون طبقة أخرى منها إذا شعروا بالبرد. لكن قد يحدث شيء غريب لقدميك عندما تكون في الفضاء. أولا، إذا كان لديك مسمار القدم فقد يزول بعد وقت بسيط. وصف أحد رواد الفضاء ما حدث له قائلا إن أسفل قدميه أصبحا شديدي النعومة، بينما أصبحت البشرة أعلى القدم شديدة الخشونة كجلد التمساح. لقد استخدم أعلى قدميه لمساعدته في الحركة باستخدام قضبان الأقدام الموجودة في محطة الفضاء التي عمل بها. ليست الحياة سهلة في الفضاء، إذ يتعين على رواد الفضاء الذين يعملون في محطة الفضاء الدولية استخدام قضبان الأقدام والحلقات لتظل أجسادهم ثابتة عند أداء المهمات العادية مثل قص الشعر، وعندما يريدون أداء التدريبات الرياضية يمكنهم ربط أقدامهم في حذاء رياضي بمعدات التدريب. من المهم لرواد الفضاء ممارسة التدريبات في الفضاء أكثر بكثير من الأرض لحوالي ساعتين يومياً، لأن الجسم البشري ليس معتاداً على التحرك أو أداء أي أعمال معتادة دون وجود الجاذبية التي تبقي أجسادنا متوازنة. كذلك لو ظللت في الفضاء لمدة أطول يمكنك خسارة الكثير من كتلة عظمك وعضلاتك. على سبيل المثال، يمكنك خسارة حوالي 20% من كتلة عضلاتك لو قضيت 11 يوماً فقط دون أي جاذبية. لكن إذا كنت في الفضاء فلا توجد أهمية لاستخدام أوزان التدريب، أليس كذلك؟ فانعدام الجاذبية يؤثر فيها أيضا. بدلا من ذلك، غالبا ما يستخدم رواد الفضاء آلة مزودة بعبوتين صغيرتين تخلقان فراغا للجذب على قضيب طويل. كذلك تضم محطة الفضاء الدولية دراجة وآلة ركض. هل تعرف أن ناسا أنفقت ملايين الدولارات في تطوير قلم يمكنه الكتابة أثناء انعدام الجاذبية؟ فالقلم الرصاص ليس مناسبا للسفر عبر الفضاء. عادة ما تنكسر الأقلام الرصاص وتتحطم، مما قد يترك غبارا من الجرافيت حولها، وهي مصنوعة أيضا من الخشب، مما يزيد من مخاطر نشوب حريق في الكبسولات الفضائية المضغوطة المليئة بالأكسجين. لهذا السبب يمكن لأبسط الأغراض اليومية مثل القلم الرصاص تهديد الحياة في الفضاء. لذلك كان عليهم تطوير قلم حبر للفضاء، إنه يكتب بخط واضح ونظيف ولا يعتمد على الجاذبية لتدفق الحبر من السن. بهذه الطريقة يمكنك الكتابة بينما تطفو مقلوبا أو حتى لو كنت مغمورا بالماء. لكن لا يزال رواد الفضاء يقابلون أثناء رحلاتهم المشكلات اليومية المعتادة، مثل شعور الحكة المزعج على وجوههم، ولا يمكنهم حك وجوههم أثناء ارتداء بذلة الفضاء، لذا عليهم المحاولة بطرق أخرى. أحيانا يحكون بشرتهم باستخدام مكبر الصوت الموجود داخل الخوذة، وأحيانا يلصقون جزءا من الفيلكرو داخل الخوذة لهذا الغرض. ومن أكبر مشكلات رحلات الفضاء هي كيفية حماية رواد الفضاء من الإشعاع الفضائي، فأجسادنا ليست متطورة بما فيه الكفاية لتتحمل العواصف البروتونية والأشعة الكونية القادمة من الشمس. بدلات الفضاء وبقية المعدات ضرورية بالطبع لمواجهتها. أظهرت بعض الأبحاث أيضا أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة له فاعلية للحد من الآثار السيئة للإشعاع،
فيجب أن يتضمن مجموعة من الخضروات مثل السبانخ والطماطم والشمندر. لم يرتدي رواد الفضاء في الماضي بدلات بيضاء. خلال أول مهمة فضائية مأهولة لوكالة ناسا باسم مشروع ميركوري، ارتدى الرواد بدلات فضية، لكن لم يخرج أي منهم ليستكشف الفضاء خارج السفينة وقتها. الفضي ليس لونا مناسبا، إذ ينبغي أن تكون بدلة الفضاء عاكسة للغاية، والأبيض هو أفضل لون لذلك، فهو أكثر الألوان قدرة على عكس الإشعاعات في الفضاء الخارجي. نحن نعيش على الأرض، أي أن الغلاف الجوي يعمل بمثابة الدرع الواقي الذي يحمينا من 77% من الإشعاع القادم من الشمس، لكن لا يتمتع رواد الفضاء بهذه الحماية في الأعلى، أي أنهم معرضون لحروق الشمس الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية. تعمل بدلة الفضاء البيضاء بالطريقة نفسها التي يعمل بها الطلاء الأبيض لجدرانك في الحفاظ على برودة الغرفة بأكملها، إذ يمتص اللون الأفتح حرارة أقل بنسبة 35%. الأبيض ليس اللون الوحيد في خزانتهم، بل يرتدي رواد الفضاء أحيانا لونا برتقاليا زاهيا في رحلاتهم إلى الفضاء أو خلال عودتهم إلى الأرض. إنه لون جاذب للانتباه، لذا إذا حدثت أي مشكلة خلال الهبوط وكان على الرواد ترك سفينة الفضاء بسرعة، يجدهم فريق الإنقاذ بسهولة. لكن يتغير الزمن، ولدينا اليوم المزيد من الأدوات المتطورة للعثور على رواد الفضاء الذين يحتاجون للمساعدة، مثل أجهزة التتبع بتقنية GPS وأجهزة المرسل المستجيب، فلا يتحتم عليهم ارتداء البدلة البرتقالية. عندما تطفو في الفضاء يبدو كل شيء هادئا، وتستمتع بالمنظر الرائع لهذا الكون المظلم الممتد الذي يعج بمليارات النجوم والكواكب والنيازك والشموس والأقمار والعديد من الأشياء الأخرى التي ربما لن نكتشفها أبدا. لازال 95% من كوننا لغزا بالنسبة لنا، لكن على الأقل المنظر الرائع. لكنك ستستمتع به فقط إذا كنت مربوطا جيدا. ماذا لو حدثت مشكلة أثناء سيرك في الفضاء وانقطع الحبل الذي يربطك بالمركبة؟ يتحول كل شيء من حلم إلى كابوس في ثانية واحدة. لكن لا تقلق، صممت ناسا حزام الطيران يسمى سيفر، وهو اختصار لعبارة المساعدة المبسطة لإنقاذ رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء. يطلق الحزام النيتروجين المضغوط من 24 أسطوانة ضغط من أجل دفع رائد الفضاء إلى بر الأمام. من الناحية النظرية يمكنك أيضا تنفيس بعض الغاز من بدلتك، أو ربما رمي أداة ما في الاتجاه المعاكس لك مما سيدفعك للأمام، لكن الأمر صعب لأنك تحتاج إلى رميها بدقة بشكل يتوافق مع مركز كتلتك، وإن لم تستطع ستبدأ في الدوران دون القدرة على التحكم في جسمك، وفي الحال ستفقد القدرة على تقدير الاتجاهات، ولن يكون لديك أي فكرة عن الاتجاه الذي عليك أن تسلكه حتى لو استطعت التحرك. لكن سيشعر السيفر بدورانك بشكل آلي، ويستخدم حزام الطيران لمساعدتك في البقاء متجها نحو المكان الآمن. استغرق العلماء 10 أيام لتعليم سمكة ذهبية كيفية قيادة السيارة. علموها تحريك وعائها باتجاه هدف معين، ومقابل ذلك تحصل السمكة على الطعام. يمكن لهذا البحث مساعدتنا في التحرك في الفضاء يوما ما. لابد أن هناك نوعا من خرائط تحديد الاتجاهات يتشكل في عقولنا، وهذه هي الطريقة التي نربط بها بين أعضاء جسمنا وحركاتها وبين التغيرات التي تحدث لنا في الفضاء. وهكذا نعرف كم علينا مد أذرعنا لنمسك بكوب القهوة دون أن نمدها أكثر من اللازم ونسكب الكوب. التحكم في الحركة مختلف تحت تأثير الجاذبية، وعلينا التأكد إن كانت هذه الخرائط في أدمغتنا تختلف في البحر أو البر أم أنها واحدة في كل مكان. وعندما أقول إن العلماء علموا سمكة ذهبية قيادة السيارة، أعني أنه إذا رأت السمكة هدفا فعليها لمس جدار الوعاء الذي يواجه الناحية المطلوبة. بهذه الطريقة يوجه العلماء عجلات السيارة حيثما تريد السمكة أن تذهب. من الطبيعي أن تميل الكواكب قليلا إلى الجانب، فالأرض مائلة بزاوية 23 درجة، ولهذا لدينا الفصول الأربعة. يحدث الصيف في المنطقة التي تكون فيها الشمس أقرب إلى الأرض، ويحدث الشتاء في الاتجاه المعاكس حيث يكون ذاك الجزء بعيدا عن الأرض.
لكن أورانوس مائل أكثر من المعتاد، إنه يميل بزاوية 98 درجة، مما يؤثر بشكل كبير على الفصول هناك. يستغرق كل فصل على أورانوس 21 عاما. ربما علينا التذمر في المرة القادمة من الشتاء الأبدي. نقيس المسافات على الأرض بالدقائق والساعات أو الأيام. يستغرق الوصول إلى منزل صديقك المقرب 10 دقائق، أو تحتاج إلى 15 دقيقة بالسيارة للوصول إلى المقهى المفضل لديك. لكن الأمر مختلف في الفضاء. الفضاء واسع، وبالتالي نقيس المدة التي يستغرقها الوصول إلى نقطة معينة بالسنوات أو بالسنوات الضوئية. إذن إن كنت تريد الذهاب إلى القمر ذات يوم، سيحتاج الأمر منك 9 سنوات لتقطع مسافة 385,000 كيلومتر. ولعلك سترغب في الذهاب في جولة إلى نجم القنطور الأقرب. إن حافظت على سرعة 113 كيلومتر في الساعة، ستتمكن من الوصول إلى هناك بعد حوالي 356 مليار ساعة، أو قرابة 40.5 مليون سنة. صدقني، بعد أول 20 مليون سنة ستشكك في السبب الذي دفعك للذهاب إلى هناك. يوجد على سطح المريخ أكبر واد اكتشفه الإنسان حتى الآن. يتكون هذا الوادي من مجموعة من الأخاديد يبلغ طولها 4000 كيلومتر، أي أطول بخمس مرات من الأخدود العظيم. اكتشف الباحثون هذا الوادي أول مرة في 70ات القرن الماضي، ولعل ما ساعد على نشأة هذا الوادي هو مجموعة البراكين الموجودة على الجانب الآخر لسلسلة جبال الوادي. لم نكتشف بعد كوكبا مكونا من الماس بالكامل، لكنها تمطر ماسا فعلا على أسطح بعض الكواكب. فمثلا تحول العواصف الرعدية على سطح العملاقين الغازيين المشتري وزحل غاز الميثان الغزير إلى سخام، والذي نعرفه أيضا باسم الكربون، ثم يتساقط السخام ويتحول إلى جرافيت، ثم يتحول الكثير من الجرافيت إلى قطع ماسية بقطر 1 سنتيمتر، قبل البحث عن طريقة للحجز في رحلة ميدانية لجمع الماس. اعلم أن هذه الماسات غير دائمة، إذ تذوب فور دخولها نواة الكوكب. هل سبق ولاحظت عند التحديق في السماء لليلتين متتاليتين في الوقت ذاته عند 9 مساء مثلا، بقاء النجوم في المكان نفسه وتغير مكان القمر؟ هناك سببان لحدوث ذلك. يعتمد السبب الأول على الوقت الذي تذهب فيه لمشاهدة النجوم. فإن خرجت اليوم عند 8 مساء وخرجت غدا عند 11 مساء، فسترى القمر في مكانين مختلفين تماما. وفي هذه الحالة ستلاحظ أيضا اختلافا في أماكن النجوم في السماء، وهو ناجم عن دوران الأرض. فكما تعلم، تحتاج الأرض إلى 24 ساعة للقيام بدورة كاملة حول نفسها، أي أن السماء وكل ما فيها يتحرك حولنا مرة واحدة كل 24 ساعة. وبنفس الطريقة تغير الشمس موقعها وتشرق وتغرب كل يوم. إذن إن خرجت في الساعة ذاتها لليلتين متتاليتين، فسيتعين عليك في معظم الحالات الانتظار لنصف ساعة أو أكثر حتى يعود القمر إلى الموضع الذي كان به في الليلة السابقة. لكن النجوم تبقى ثابتة نوعا ما، وحركتها تلك التي نشعر بها ناجمة فقط عن دوران الأرض. لكن القمر يتحرك حول الأرض فعلا، ويمر بأطوار مختلفة. فعلى سبيل المثال، يظهر هلال القمر الجديد عندما تكون السماء مظلمة تماما، ويظهر البدر عندما يكون الجانب المقابل للشمس مواجها للأرض. يحتاج القمر قرابة شهر لإنهاء دورة كاملة حول الأرض. ربما تكون محظوظا أكثر للذهاب في رحلة استكشافية لجمع الماس على الكوكب التالي. على بعد 40 مليون سنة ضوئية من الأرض، أطلق العلماء على هذا الكوكب اسم الأرض الخارقة. يطلق اسم الأرض الخارقة عموما على أي كوكب أكبر من الأرض. هذا الكوكب مثلا ضعف حجم الأرض، وهو قريب جدا من نجمه لدرجة أنه يقوم بدورة كاملة حوله في أقل من 18 ساعة، أي أن العام هناك قصير للغاية. ونظرا لقربه الشديد من نجمه، ترتفع درجة الحرارة على سطحه لتصل إلى 2700 درجة مئوية.
نتيجة هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إضافة إلى كثافة الكوكب، توصل العلماء إلى نظرية تفيد بتكون نواة هذا الكوكب من الكربون على شكل ماس وجرافيت. اكتشف علماء الفلك قبل أكثر من 10 سنوات سحابة ضخمة من بخار الماء كانت تبعد عن الأرض 12 مليار سنة ضوئية. تلك السحابة هي أكبر مصدر نعرفه للمياه، وهي أقدم مصدر أيضا، إذ يرجع تاريخها إلى الفترة التي كان بها عمر الكون 1.6 مليار سنة فقط، بينما عمره الآن 13.8 مليار سنة. لو أني فتحت حساب توفير قبل 12 مليار سنة فقط لحصلت اليوم على كومة من النقود، لكن للأسف لم أكن موجودا آنذاك. عموما هذه السحابة كبيرة جدا وتحتوي على 140 تريليون ضعف كمية المياه الموجودة في محيطات الأرض مجتمعة. تغذي هذه السحابة أيضا ثقبا أسود، وقد تحتوي كذلك على غازات كافية كغاز أول أكسيد الكربون لتحفيز الثقب الأسود على النمو 6 أضعاف حجمه الحالي. يبلغ متوسط درجة حرارة الأرض 14 درجة مئوية، وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة 57 درجة مئوية. حسنا، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة على كوكب الزهرة لتصل إلى 482 درجة مئوية، وهذا ما يجعله أكثر الكواكب سخونة في نظامنا الشمسي، ومع ذلك هو غير ساخن بما يكفي لإذابة الفولاذ، إذ يجب أن تكون درجة الحرارة على سطحه أعلى بمقدار 1370 درجة مئوية، لكنه ساخن بدرجة كافية لإذابة الرصاص، كما أن الجو على سطحه حار جدا للحفاظ على الحياة، على الأقل ليس بأي شكل نعرفه. كوكب الزهرة ليس أقرب الكواكب إلى الشمس، بل هو عطارد، لكن غلافه الجوي سميك جدا ويحبس غازات الاحتباس الحراري. هذا أشبه بأن تغطي نفسك ببطانية سميكة في يوم صيفي حار. اعتدنا على رؤية البراكين تقذف الحمم المنصهرة الساخنة، فهذا ما تفعله على الأرض غالبا، لكن تميل البراكين التي في الفضاء إلى قذف غاز الميثان أو الماء أو الأمونيا. تتجمد هذه المواد عند ثوران البركان وتتحول في النهاية إلى بخار متجمد يطلق عليه اسم الثلج البركاني. أتحدث هنا عن البراكين الباردة، ويمكنك العثور عليها على قمري المشتري آيو وأوروبا، وعلى تايتان قمر زحل، وعلى بلوتو أيضا. تنشط هذه البراكين بشكل خاص على القمر آيو الذي يحتوي على مئات الفوهات، حتى أن مركبات ناسا قد التقطت صورا لبعض هذه الثورانات البركانية. امتدت أعمدة البخار المتجمد المنبعثة منها لمسافة 400 كيلومتر تقريبا. بالمناسبة اكتشف للتو قمر آخر للمشتري قد يكون جيدا للزراعة يوما ما، واسمه EIEIO. ماذا يحدث للضوء بعد اختفائه داخل الثقب الأسود؟ الفوتون هو جسيم من الضوء، وأفق الحدث هو حد الثقب الأسود. عندما يعبر شيء ما كالفوتون ذلك الحد لا يمكنه الهرب إلى أي مكان، لكن هذا لا يعني أن الثقب الأسود دمره، إنه يسحب الفوتون بسرعة نحو مركزه حيث تجتمع كتلة هائلة في مساحة صغيرة لا متناهية. لكننا لسنا متأكدين مما يحدث للفوتونات في مثل هذه الظروف القاسية. ومن بين أكبر الألغاز المحيرة هذا السؤال، هل يدمر الثقب الأسود الضوء أم لا؟ يملك زحل 82 قمرا، نعرف منها 53 قمرا مؤكدا و 29 قمرا لا تزال على قائمة الانتظار لتأكيدها كأقمار فعلية قبل أن تحصل على أسمائها الرسمية. وقد يكون أحد أكثر أقماره روعة كتلة صخرية عرضها 1470 كيلومتر واسمها إيابيتوس. الجو هناك مظلم من جهة ومضيء من الجهة الأخرى، نصف القمر المضيء عاكس أكثر من النصف الآخر 20 مرة، وتبين لاحقا أن الجانب المضيء مغطى بالجليد بينما الجانب المظلم أكثر تعقيدا بعض الشيء. تقول إحدى النظريات أن الجو مظلم هناك بسبب الجسيمات القادمة من قمر آخر اسمه فيبي. تقول نظرية أخرى أن هذا قد يكون ناجما عن الحرارة، يدور القمر ببطء شديد وبالتالي تمتص مادته المظلمة الحرارة فيصبح أكثر ظلاما. كم يبلغ حجم الثقب الأسود في رأيك؟
نظريا لا يمكننا إيجاد حد أعلى لكتلته، لكن يعتقد علماء الفلك أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة UMBHs الموجودة في نوى بعض المجرات تصل غالبا إلى 10 مليارات كتلة شمسية. اكتشف في الآونة الأخيرة عدم قدرة الثقوب السوداء فائقة الكتلة على النمو أكثر من ذلك بكثير، لأنها في هذه الحالة ستعطل القرص المزود الذي يغذيها وتملأه بمادة جديدة. يتصور معظم الناس الكون في درجة لونية بين الزبرجد والفيروزي الباهت، حتى أن بعض الباحثين اعتقدوا أن هذا هو الحال فعلا، لكن تمكن الباحثون من تحديد اللون الكوني بجمع الضوء من أكثر من 200,000 مجرة في ملياري سنة ضوئية من عمر الأرض، وكان اللون الحقيقي للكون أقرب إلى اللون البيج. أخطأ الباحثون في فهم الأمر نتيجة خلل برمجي. كلا، حقا؟ حول الطيف الكوني إلى اللون الذي ستره أعيننا إن تعرضنا له، وعرف فريق البحث هذا اللون على أنه بلون اللاتيه الكوني. أريد كوبا كبيرا قليل الدسم من فضلك. هناك فرصة أن مجرتنا درب التبانة بأكملها تقع فيما يسمى الفراغ الفضائي. إنها منطقة تحتوي على كمية قليلة نسبيا من المادة مقارنة بالزوايا الأخرى للكون المعروف، وهي أقل كثافة بكثير مما هي عليه في أي مكان آخر في الكون. وبعبارة أخرى، قد نكون موجودين في فقاعة الهواء في الكعكة. إذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أننا أكثر وحدة مما كنا نعتقد. في عالمنا تتحرك جميع المجرات باستمرار بعيدا عن بعضها البعض، ومن أجل فهم مدى ابتعادها استخدم العلماء ما يسمى ثابت هابل ليستر، إنه مثل عداد السرعة ولكن للمجرات. ومع ذلك هناك لغز كوني يسمى توتر هابل، إنه يتحدى ما نعرفه عن توسع الكون. اعتاد العلماء على اعتبار ثابت هابل ليستر دليلا موثوقا به، لكن ملاحظاتنا الأخيرة تشكك في هذه الموثوقية. إن السرعات التي نراها في الحياة الواقعية لا تتطابق مع المسافات التي حسبناها وتوقعناها. إنهم غير متأكدين من سبب عدم إضافة هذه القياسات. تابع الباحثون تحركات المستعر الأعظم ورأوا أن الكون يبدو وكأنه يتوسع حولنا بشكل أسرع مما هو عليه بشكل عام، كما لو أنه يتجنبنا بشكل نشط على وجه التحديد. وبعد التفكير في ذلك بدأوا يفترضون أننا جميعا قد نعيش في فراغ كوني. الفراغات الكونية عبارة عن مساحات فارغة شاسعة بين المجرات، إنها تجعل عالمنا بأكمله يبدو وكأنه إسفنجة كبيرة. دعونا نعود إلى البداية، فقط جزء من الثانية بعد الانفجار الكبير، مباشرة بعد بداية كل شيء. كان الكون عبارة عن بلازما ساخنة ومضغوطة، ولم يكن بها سوى اختلافات صغيرة جدا في الكثافة تسمى التقلبات الكمية. بعد الانفجار الكبير بدأ الكون في التوسع، ونمت معها تلك التقلبات الكمومية، مما أدى إلى خلق مناطق ذات كثافة مختلفة للمادة. ولهذا السبب لم يتوسع الكون في كل مكان بشكل موحد، وبدلا من ذلك بدأت صفائح صغيرة من المادة تتجمع معا لتشكل على مدى فترة طويلة هياكل ضخمة، المجرات. يتم ترتيب المجرات في جدران ضخمة وخيوط مع وجود فجوات هائلة بينهما، وهذه الفجوات هي الفراغات والمعروفة أيضا باسم الفضاء المظلم. هذه الفراغات ليست فارغة حقا، فهي تحتوي في الواقع على أكثر من 15% من كمية المادة الموجودة في المتوسط في جميع أنحاء الكون بأكمله، ولا تزال تحتوي على الغاز والغبار والمادة المظلمة وحتى النجوم والمجرات. ومع ذلك فهي أقل كثافة من المناطق التي تحتوي على المجرات، أي حوالي عشر متوسط كثافة المادة، ولهذا السبب نعتبرها فارغة تقريبا. وعادة ما يتراوح قطرها بين حوالي 30 إلى 300 مليون سنة ضوئية، وهذه مسافة هائلة حتى على نطاق الفضاء. وعلى سبيل المقارنة، فإن معظم الكواكب والسدم التي اكتشفناها حتى الآن تبعد عنا مئات وآلاف السنين الضوئية.
في حالة الفراغات إذا كنت في منتصفها فستبدو وكأنها ظلام أبدي، ستكون أقرب النجوم بعيدة جدا بحيث تكون غير مرئية تقريبا بالنسبة لك. بعضها كبير بشكل خاص، تعرف باسم الفراغات الفائقة. أكبر واحد معروف كان اسمه Giant Void، إنه كبير جدا ومن المستحيل بالنسبة لنا حتى أن نتخيله، فهو يبعد عنا مسافة فاصلة 5 مليارات سنة ضوئية، ويبلغ قطره ما بين 1 إلى 1.3 مليارات سنة ضوئية. نعم، إنه في الأساس فراغ مظلم عملاق، لكن حتى هذا الفراغ العملاق ليس فارغا تماما. يضم الفراغ العملاق 17 عنقودا مجريا منفصلا ضمن امتداده، ومع ذلك قد لا يكون هذا أكبر فراغ في عالمنا. يوجد شيء يسمى CMB Cold Spot، إنه هذه المنطقة الكبيرة والباردة بشكل غير عادي من كوننا والتي رأيناها من خلال الموجات الدقيقة. لقد برز بالفعل على خريطة كوننا بدرجات حرارته المنخفضة بشكل غير متوقع، وقد أمضى العلماء سنوات عديدة في محاولة معرفة ماهية هذا الشيء. في عام 2015 اقترح العلماء أن هذا المكان قد يكون فراغا عظيما، وربما هو الأكبر على الإطلاق، ولكونه أكثر إبداعا مع هذا فقد أطلقوا عليه اسم الفراغ العظيم. إذا كان هذا صحيحا فسيكون هذا المكان عبارة عن فراغ يبلغ قطره حوالي 1.8 مليار سنة ضوئية، أي أكبر بحوالي 1000 مرة من الفراغات النموذجية. لا يعتقد الجميع أن ذلك ممكن، لذلك يستمر العلماء في الجدال حول هذا الأمر لفترة من الوقت. هناك نظرية أخرى مثيرة للاهتمام حول هذا المكان. اقترح أحد الباحثين أن هذا المكان ربما كان أثراً من اصطدامنا بعالم موازن. إنها فرضية جريئة جداً، ولكن لسوء الحظ لا توجد طريقة لنا لتأكيدها أو نفيها باستخدام تقنياتنا الحالية. على أي حال، مع توسع الكون ستنمو هذه الفراغات وستتمدد الجدران التي تربط بين مجموعات المجرات وتنكسر. في نهاية المطاف سوف تندمج الفراغات تاركة عناقيد المجرات المرتبطة بالجاذبية كجزر في الفراغ المتوسع. بمعنى آخر، عاجلا أم آجلا سوف يلتهم الفراغ الكبير كل شيء في عالمنا. لذا فقد اتضح أننا قد نكون حدثا نادرا في الفراغ الفائق، أحد 15% من المادة، وهذا من شأنه أن يفسر سبب كوننا محاطين بعدد قليل نسبيا من المجرات. وهذا الاكتشاف إذا كان صحيحا يتحدى النموذج القياسي لعلم الكون الذي أنشأناه بمساعدة ألبرت أينشتاين، وهذا يعني أن الجاذبية بشكل عام تتصرف بشكل مختلف عما توقعناه. وفقا للنموذج القياسي لا ينبغي أن يوجد مثل هذا الانخفاض الكبير في الكثافة، ولهذا السبب سيتعين على العلماء استكشاف هذه الفكرة والنظر فيها بدقة، قد يتحدى فهمنا الأساسي للفيزياء. أطلق العلماء على هذا اسم الثقب المحلي. قد يحمل اكتشاف الثقب المحلي أدلة لتفسير مفارقة فيرمي. ربما في هذا الجزء المحدد من الكون حيث نتسكع تكون فرصة تطور الحياة الذكية في أي مكان قريب منخفضة جدا. ربما جميع الكائنات الواعية تتسكع في مكان ما خارج فراغنا الفائق. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نفقد الأمل أو أن الحياة في أي مكان قريب مستحيلة. في الواقع قد تكون الحياة في الكون أكثر شيوعا مما كنا نعتقد سابقا. نحن نعلم أن الكواكب الداخلية مثل عطارد والزهرة غير صالحة للعيش بسبب الظروف القاسية، ومع ذلك يبدو كوكب الزهرة مثيرا للاهتمام، لأنه على الرغم من كونه كوكبا ساما للغاية فقد اعتقد العلماء أنه كان يشبه الأرض كثيرا في الماضي. كان من الممكن أن يستضيف الحياة، لسوء الحظ كان قريبا جدا من الشمس وتبخرت جميع الظروف اللطيفة مع مرور الوقت، ولكن هناك احتمالية لبقاء الحياة الميكروبية في السحب العالية الارتفاع.
ربما كان المريخ، وهو عبارة عن صحراء باردة، مكانا أكثر ودية في الماضي مع الأنهار والبحيرات. وعلى الرغم من أنها تفتقر الآن إلى جو وقائي، إلا أنه ربما كانت هناك حياة قديمة موجودة هناك. وفي هذه الحالة ستترك حفريات محتملة، وسيظل بإمكان الميكروبات الموجودة تحت الأرض البقاء على قيد الحياة. لقد اكتشفنا بعض العلامات عليها، ولكننا لا نزال نتناقش حول ما إذا كانت هذه الأشياء عضوية حقا أم لا. الكواكب الغازية العملاقة مثل المشتري وزحل والعمالقة الجليدية ليست مثالية للحياة، لكن أقمارها توفر الأمل. أوروبا لديها محيط تحت سطحها الجليدي، مما يجعلها نقطة ساخنة محتملة. يطلق إنسيلادوس الماء إلى الفضاء، حاملا معه جزيئات معقدة تشير إلى احتمالات مثيرة للاهتمام. وتايتان فريد بشكل خاص، وله أجسام سائلة على سطحه، أنهار وبحيرات هيدروكربونية. على الرغم من أن درجات الحرارة المتجمدة فيه ليست مناسبة للحياة، إلا أن العلماء يفكرون فيما إذا كان من الممكن أن يستضيف الحياة بنوع مختلف من الكيمياء. ومع ذلك سوف يستغرق الأمر عقودا من الزمن للتحقق من كل هذه الأجرام السماوية ودراستها بشكل صحيح. لم نرسل أي شيء حتى الآن منذ زمن Voyager 2، ولكن إذا كنا محظوظين فقد نتمكن من استكشاف نظامنا الشمسي خلال القرن 21. على أي حال، هناك إمكانيات كبيرة للحياة حتى في نظامنا الشمسي وحده، ولم نذكر حتى جميع الكواكب والمجرات التي وجدناها في مكان قريب. تشير تقديراتنا إلى أن الكون المرئي الذي يمكننا رؤيته قد يستضيف حوالي 5.3 تريليونات من العوالم الصالحة للسكن. أحد المرشحين الأكثر ترجيحاً حتى الآن هو كابلر 186F. إنه كوكب محتمل شبيه بالأرض، فهو أكبر بنسبة 10% فقط من الأرض. يدور هذا الكوكب حول نجم قزم أحمر، وهو نجم باهت قليلاً وأبرد، ولكنه أطول عمراً من شمسنا، وهو يبعد عنا حوالي 490 سنة ضوئية فقط، وهو ما قد يبدو كثيراً، لكن تذكر المسافات التي ناقشناها مع الفراغات الفائقة. لذلك حتى لو كنا حقاً في فراغ عظيم، فإننا لا نزال محظوظين بوجود العديد من المجرات والكواكب حولنا. وإذا وجدنا يوماً ما طريقة للسفر عبر الكون، فمن المحتمل ألا يكون مغادرة الثقب المحلي مشكلة. ربما تعد مهنة رائد الفضاء واحدة من أكثر المهن إثارة للاهتمام والغموض، لكن هل تساءلت يوماً عن تفاصيل الحياة اليومية لرواد الفضاء؟ مثلاً ما الذي يحدث تحت تلك البدلات الفضائية الضخمة؟ أعني أن بعض الناس يعتقدون حقاً أن رواد الفضاء يرتدون ملابس داخلية مصنوعة من الورق، والبعض الآخر على يقين من أن نقص الجاذبية يسمح للأوساخ بأن تطفو بعيداً. ليت هذا كان ممكناً. الأمر هو أن رواد الفضاء لا يغسلون الملابس مطلقاً. في عام 2011 قامت وكالة ناسا بتشغيل غسالة لمحطة الفضاء الدولية. هل كانت تلك مزحة؟ على أي حال، لم يتمكن رواد الفضاء من استخدامها لأسباب واضحة، فإيصال المياه إلى محطة الفضاء الدولية فقط لغسل الملابس يبدو باهظاً ومكلفاً للغاية. لذلك لا يمكن لرواد الفضاء أن يحلموا إلا بالبياضات المغسولة حديثاً وما شابه ذلك، بل يتم تسليم الملابس الجديدة إلى المحطة من الأرض تماماً كبقية الإمدادات الأخرى. لسوء الحظ لا يحدث هذا كثيراً، نظراً لأن تكلفة إطلاق أي شيء إلى الفضاء مرتفعة للغاية. لذا يتعين على رواد الفضاء ارتداء ملابسهم لفترة أطول بكثير مما قد يفعلونه على الأرض. الشيء الوحيد الذي يجعل هذا الوضع أفضل قليلاً هو أن رواد الفضاء يميلون إلى فقدان جزء من حاسة الشم في الفضاء. عند إجراء المقابلات اعترف بعض رواد الفضاء مثلاً بارتداء السراويل القصيرة نفسها لعدة أشهر وتغيير ملابسهم الداخلية مرة واحدة فقط كل 3 أو 4 أيام. ربما ليس من المستغرب أن يرتدي رواد الفضاء ملابس ليس لإثارة الإعجاب بل من أجل الراحة والملائمة.
تتكون ملابسهم المعتادة غالبا من قمصان قصيرة الأكمام وسراويل طويلة. تلك هي الملابس العادية التي نرتديها على الأرض ولا شيء مميز، لكن عندما يغادرون الأجزاء الداخلية التي يتم التحكم في مناخها في محطة الفضاء الدولية، فإنهم بالطبع يحتاجون إلى ملابس خاصة، وأعني بذلك بدلات الفضاء المكتنزة تلك، إنها تحمي رواد الفضاء من التقلبات الشديدة في درجات الحرارة التي تتراوح من 121 درجة مئوية في الشمس إلى 157 درجة تحت الصفر في الظل. ولكن حتى مع كل هذه الحماية وأنابيب التبريد التي تتخلص من حرارة الجسم، فإن السير في الفضاء يجعل رواد الفضاء يتعرقون. ارتداء بدلات الأنشطة خارج المركبة يمكن أن يعني ساعات من العمل الشاق. ولا تنسى أن رواد الفضاء غالبا ما يرتدون طبقات ليظلوا دافئين وللحفاظ على الضغط المناسب، وتشمل هذه الطبقات قطعة ملابس داخلية مطابقة للجسد تشبه الملابس الداخلية الطويلة. غالبا ما يتم إعادة ارتداء هذه الملابس وحتى مشاركتها، ونظرا لعدم وجود غسالات في محطة الفضاء الدولية فلقد فهمت ما أعنيه، أليس كذلك؟ حقيقة مثيرة للاهتمام، هناك شخص مدرب خصيصا يقوم بشم كل شيء يأخذه رواد الفضاء معهم إلى الفضاء، يتم ذلك لحمايتهم من الروائح الكريهة أو السامة. المشكلة هي أنه في الفضاء لا يمكنك تهوية الغرفة في الخارج إذا كنت لا تحب الرائحة في الداخل، ولهذا السبب تهتم ناسا بشدة بنوع الروائح التي يمكن أن تدخل إلى هناك. وفي الوقت نفسه لا شيء يمكن أن يمنع الروائح التي تظهر بالفعل على محطة الفضاء الدولية. على أي حال يتم استخدام بدلات الفضاء وما تحتها مرارا وتكرارا، وسرعان ما تبدأ بالقلق ليس فقط بشأن الروائح الكريهة ولكن أيضا بشأن النظافة الشخصية والمشكلات الصحية. ينشأ احتمال مثير للقلق لحدوث تلوث بيولوجي ويشمل البكتيريا وسوائل الجسم وغيرها من المؤثرات الخارجية، ويزداد الأمر سوءا إذا فكرنا في مهمات أطول، على سبيل المثال إلى القمر. وفي الوقت نفسه من غير العملي تماما غسل الأجزاء الداخلية لبدلة الفضاء بشكل منتظم، تعتبر المياه عنصرا ذا قيمة كبيرة في محطة الفضاء الدولية بحيث لا يمكن إهدارها على شيء عادي وروتيني للغاية. ولهذا السبب طلبت وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ومنظمات أخرى من المتخصصين تطوير أقمشة يمكنها حل مشكلة التلوث الحيوي في بدلات الفضاء. كما ترى أثناء برنامج المكوك الذي أجرته وكالة ناسا، كان من المفترض استخدام البدلات الفضائية في رحلات قصيرة جدا مدتها أسبوعين، ولكن بعد ذلك بدأ رواد الفضاء يعيشون في محطة الفضاء الدولية لفترات أطول بكثير، ولهذا السبب كان لابد من تمديد عمر بدلة الفضاء حتى 6 سنوات. فلا عجب أن الميكروبات أصبحت قضية مثيرة للقلق أكثر من ذي قبل. لذلك منذ أكثر من عقد من الزمان بدأ فريق من الخبراء في البحث عن طرق مختلفة للتخلص من الميكروبات والبكتيريا التي تسكن بدلات الفضاء. قاموا بقص الأقمشة إلى مربعات بحجم 5 سنتيمتر ووضعوها في أطباق بيتري، وقاموا بزراعة بضعة أنواع من الفطريات والبكتيريا على هذه العينات. وكانت بعض الأقمشة التي استخدموها مملوءة بالنحاس، هذه المادة لها خصائص مضادة للميكروبات بصورة مذهلة. عندما تلمس البكتيريا هذا العنصر فإن جدران خلاياها وأغشيتها تتزعزع، تدمر أيونات النحاس الميكروبات مما يجعلها أكثر ضعفا. كما حاول علماء ناسا استخدام المنسوجات المعالجة بالسيليكون والفضة، وتبين أن هذا الأخير سام للجراثيم عند ملامسته كما يفعل النحاس. وبعد مراقبة المواد التي نمت على الأقمشة خلال 14 يوما الماضية، اكتشف الباحثون أن مركبا واحدا فقط تمكن من إبعاد البكتيريا والفطريات، وهو محلول من جزيئات الفضة المستخدمة عادة لتطهير ضمادات المستشفيات وغيرها من الأشياء. تبين أن أيونات هذا المعدن قامت بوظيفتها على أكمل وجه لأنها تخلصت من كل شيء حرفيا، لكن التعقيم التام يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. نحن بحاجة إلى نظام بيئي متوازن يتكون من ملايين الكائنات الحية الدقيقة للحفاظ على صحة أعضائنا وبشرتنا. في عام 2022 استأجرت وكالة ناسا شركتي أكسيوم سبيس وكولينز أيرو سبيس الأمريكيتين لتطوير الجيل القادم من بدلات الفضاء، وسرعان ما ظهرت البدلة النموذجية. تم تصميمها ليتم استخدامها خلال مهمة أرتميس 3. الهدف الرئيسي من هذه الرحلة هو إنزال الطاقم في القطب الجنوبي لقمرنا الطبيعي. من المفترض أن تستخدم بدلات الفضاء هذه منسوجات ذات خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تقلل من التلوث البيولوجي.
سيضيف نظام التبريد الخاص بهذه البدلات أيضا مبيدات حيوية إلى حلقات المياه الخاصة بها، مما سيساعد على منع تراكم الميكروبات. الآن دعونا نتحدث عن بدلات الفضاء بمزيد من التفصيل. في البداية، هناك في الواقع نوعان رئيسيان من بدلات الفضاء. من المحتمل أنك شاهدت بدلة خلاص الطاقم المتقدمة، والمعروفة أيضا باسم البدلة البرتقالية، وكذلك باسم بدلة اليقطين. يرتدي رواد الفضاء هذه البدلة ذات الضغط الكامل أثناء الإقلاع، أو بالأحرى الانطلاق، لأننا نتحدث عن مركبة فضائية. هذه البدلات لا يمكن الاستغناء عنها لأولئك الذين يصعدون إلى ارتفاعات عالية جدا. هناك يكون الضغط منخفضا جدا لدرجة أن الأشخاص لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون بدلة واقية خاصة. وفي حين يرتدي أفراد أطقم الطائرات بدلات الضغط الجزئي، يجب حماية أطقم الفضاء ببدلات الضغط الكامل، لأنهم في النهاية يسافرون إلى مسافة أعلى بكثير. تم تجهيز البدلة أيضا بالكثير من الأشياء التي يمكن أن تساعد رائد الفضاء على النجاة من حالات الطوارئ أثناء إطلاق سفينة الفضاء أو هبوطها. بدلة اليقطين العادية مليئة بالمشاعل والأدوية ومعدات النجاة وراديو ومظلة. لذلك باختصار، لن يتمكن رواد الفضاء من النجاة خلال عملية مغادرة الأرض بدون البدلة البرتقالية. لكن لماذا اختار مصمموها هذا اللون؟ السبب الرئيسي لاختيار اللون البرتقالي هو أن هذا اللون هو أحد أكثر الألوان وضوحا لعمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك الإنقاذ البحري المحتمل جدا. أما بالنسبة إلى بدلات الأنشطة خارج المركبة، فهذه مخصصة لغرض مختلف. يرتدي رواد الفضاء هذه البدلات عندما ينطلقون في رحلات سير في الفضاء. يمكن لهذه البدلة حمايتهم من الظروف القاسية للفضاء الخارجي بدرجات حرارته القصوى وحالة شبه الفراغ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك البدلة أن تمنع الحطام الصغير من إيذاء رواد الفضاء. ربما لاحظت أن بدلات الأنشطة خارج المركبة أضخم بكثير من البدلات البرتقالية، وذلك لأن بها طبقات عديدة من العزل والنسيج الواقي الثقيل، كما أنها تحتوي على هواء صالح للتنفس ومياه صالحة للشرب وأجهزة للتحكم في درجة الحرارة. الآن في كل مرة يذهب فيها رائد فضاء للسير في الفضاء، فإنه يستخدم حبلا يربطه بالمحطة الفضائية. وفي حالة انقطاع الحبل، تحتوي بدلة الأنشطة خارج المركبة على نظام احتياطي. يشتمل هذا النظام على محركات دفع نفاثة صغيرة يمكن التحكم بها من المحطة بمساعدة عصا التحكم. أما بالنسبة للون، فأولا اللون الأبيض يعكس حرارة الشمس أفضل من الألوان الأخرى، ولا يشعر رواد الفضاء بالحرارة الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون الأبيض هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بتحديد رائد الفضاء كنقطة صغيرة مقابل المساحة الشاسعة من الفضاء الأسود. تفصيل آخر مثير للاهتمام، وهو أنه بينما تحمي بدلات الفضاء البيضاء رواد الفضاء من الحرارة الشديدة، إلا أنها لا تستطيع حمايتهم من البرودة الشديدة. وهنا تلعب القفازات الخاصة دورا مهما، فلديها سخانات خاصة تحافظ على راحة أصابع رواد الفضاء وفعاليتها. تعتبر الثقوب السوداء من أكثر الظواهر غموضا وشؤما في الكون. يمكنها ابتلاع النجوم والكواكب بأكملها، مما يؤدي إلى ثني نسيج الزمكان. ولكن ماذا لو وقعت الأرض كوكبنا في قبضة أفق حدث الثقب الأسود؟ ماذا سنرى قبل النهاية الحتمية؟ دعونا نلقي نظرة. حسناً، إذن الثقب الأسود يشبه المتنمر في الملعب، عليك تجنبه بأي ثمن. إنها منطقة من الفضاء تكون فيها الجاذبية قوية جداً، بحيث لا يمكن لأي شيء ولا حتى الضوء الهروب منها، كما هو الحال مع رقاقات الثلج. كل ثقب أسود فريد من نوعه، كل واحد له كتلته ودورانه وشحنته الخاصة، وتأتي أيضاً بأحجام مختلفة مثل الجينز، صغير، نحيف، عادي، كبير أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، هناك أربعة أحجام. أصغر الثقوب السوداء هي من النوع النجمي، تولد عندما ينفد عصير نجم ضخم وينطوي على نفسه. إنها مثل كلاب الشيواوا في عالم الثقب الأسود، قد تكون صغيرة لكنها مشاكسة، تلتهم المواد القريبة مثل جرو جائع، وحتى أصغرها أضخم بثلاث مرات من شمسنا. بعد ذلك لدينا الأبناء الأوسطون من هذه العائلة الكونية، الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، هي أكبر من أن تولد من النجوم المنهارة. يعتقد العلماء أنها قد تنشأ عندما تندمج عدة ثقوب سوداء في ثقب واحد. وعلى الرغم من أنها لا تستطيع السيطرة على المجرات، إلا أنها على الأقل يمكنها ابتلاع بعض النجوم القريبة، جيد لها أليس كذلك؟
لكن هل تعرف من يمكنه السيطرة على مجرة؟ الوحوش الهائلة في عالمنا، الثقوب السوداء الهائلة. إنها عمالقة بكتل تتراوح من ملايين إلى مليارات المرات من شمسنا، وتلعب دوراً مهماً في نمو وتشكيل المجرات المضيفة. أخيراً، هناك ثقوب سوداء ضخمة جداً. صدقني، لا يمكنك حتى تخيل حجم وكتلة تلك الثقوب. هذا الرعب الكوني نادر للغاية، لكن تلك التي نعرفها يمكن أن تلتهم مجرات بأكملها، مثل باكمان. إذن، ماذا يحدث إذا اقتربت جداً من الثقب الأسود؟ أو أكثر مثل، ماذا كنت سترى في لحظاتك الأخيرة؟ حسناً، أولاً، تصل إلى أفق الحدث. إنها مثل نقطة لا عودة، وهي حدود غير مرئية تحدد حافة الثقب الأسود. وهنا تبدأ الأمور تصبح غريبة حقاً. على سبيل المثال، الوقت يبدأ في التباطؤ، ليس من أجلك، لشخص خارجي يراقبك من مسافة آمنة. إذا كنت تسقط في ثقب أسود فلن تشعر بأي اختلاف، ولكن إذا كنت تشاهد شخصاً آخر يسقط فيه فسترى أنه يتباطأ ويتجمد في النهاية، كما هو الحال في مقطع فيديو متوقف مؤقتاً. كلما اقتربت أكثر ستبدأ في رؤية بعض الأشياء الجميلة التي تحير العقل. ستؤدي الجاذبية إلى انحناء وتشويه الضوء من حولك، مما يخلق نوعاً من تأثير المرآة الممتعة. قد ترى حتى هالة من الضوء حول الثقب الأسود والمعروفة باسم حلقة الفوتون، أو نفاثات من الجسيمات عالية الطاقة تنبعث من أقطاب الثقب الأسود. يمكنك في الواقع الاقتراب جدا من الثقب الأسود دون الشعور بأي تأثيرات كبيرة. إنه فقط عندما تعبر أفق الحدث فلا رجوع إلى الوراء. بعد عبور هذه الحدود لن تتمكن من رؤية أي شيء. بالنسبة للشخص الذي يراقبك من الخارج سيكون الأمر كما لو كنت قد اختفيت فجأة. في هذه الأثناء قد تبدأ في الشعور بالتمدد قليلاً، مثل قطعة من الإسباغيتي. هذا لأن الجاذبية صارخة لدرجة أنها تسحبك في اتجاهات مختلفة في وقت واحد. حتى أن هناك مصطلحاً علمياً له يسمى الإسباغيتي تيتشز. سنغطي التأثيرات المعكرونية في مقطع فيديو آخر. الآن بعد أن أصبحت داخل ثقب أسود فإنك تستهدف التفرد. إنها نقطة كثافة لا نهائية في مركزها، حيث يتم سحق كل المادة إلى نقطة واحدة. يبدو الأمر أشبه بمحاولة وضع فيل في علبة أعواد ثقاب صغيرة، حيث يتم سحق كل شيء معا حتى يصبح أصغر ما يمكن أن يكون، مما يعني أن الوقت قد حان للتلويح بالوداع على ما أعتقد. وإذا كان كل هذا يبدو مخيفا فإليك حقيقة أخرى ممتعة. الثقوب السوداء ليست نادرة على الإطلاق. في الواقع هناك واحدة في وسط كل مجرة، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة. إذن، هل هذا يعني أننا سننغمس فيه في النهاية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيحدث ذلك بالضبط؟ حسناً، دعنا نرى. تخيل وجود ثقب أسود يقترب من نظامنا الشمسي. في البداية يبدو أنه ليس أكثر من بقعة صغيرة في المسافة، ولكن مع اقترابه أكثر فأكثر تبدأ جاذبيته في إحداث فوضى. تبدأ الكواكب في الانحراف عن مسارها، وتندثر الكويكبات في غياهب النسيان، وتتحطم المذنبات إلى مليون قطعة. ولكن تماماً مثل انتظار تقديم النقانق في مطعم ألماني، فإن النقانق لم تأتي بعد، مثل تلك النكتة، وسرعان ما تصل حتماً إلى الأرض. أولاً سيتم سحب الغلاف الجوي لكوكبنا نحو الثقب الأسود، مما يؤدي إلى عاصفة رياح هائلة، وستكون هناك موجات هائلة على المحيطات، والمياه نفسها تتشوه بفعل قوى الجاذبية. تخيل رؤية البحار والمحيطات تتمدد. يتم إنشاء المجال المغناطيسي للأرض من خلال حركة الحديد المنصهر في قلب الكوكب، ولكن الآن ستؤدي قوى المد والجزر الشديدة للثقب الأسود إلى تعطيل هذه الحركة، مما يتسبب في إضعاف المجال المغناطيسي وتشوهه. كل هذا من شأنه أن يتسبب في حدوث زلازل هائلة وثورات بركانية، حيث يتم تفكيك قشرة الكوكب وغطائه. سيتم تدمير جميع البنية التحتية والتكنولوجيا بالكامل. ستتمزق المباني والجسور والطرق. حسناً، دعنا نضغط على زر الإيقاف المؤقت. مرعب جداً، أليس كذلك؟ لكن لا تقلق، حتى أنك لم ترى كل ذلك، لأنك كنت ستشعر بتأثيرات الثقب الأسود كثيراً قبل ذلك بكثير. العودة إلى المستقبل. سنفقد مجالنا المغناطيسي حتى قبل أن يبدأ كل شيء في الانهيار، وهذا لا يعني فقط أن الطقس والمناخ سيصبحان فظيعين، سوف نتعرض أيضاً للإشعاع الشديد. يمكن لأشعة جاما والحرارة الصادرة عن الثقب الأسود أن تغير كوكبنا بشكل جذري. قل وداعاً لكل طبيعتنا الجميلة. على الأقل البؤس يحب الرفقة. لن نكون الوحيدين المتأثرين بالثقب الأسود، والذي ربما يكون أسوأ من ذلك. عندما يبتلع هذا الوحش النظام الشمسي بأكمله، فإنه سيستهلك كل شيء،
قد يكون أحد التأثيرات المباشرة هو تعطيل مدارات الكويكبات والمذنبات وجميع الأجسام الأخرى. ستبدأ الكواكب في التشوه والتمدد وتشوه أسطحها مثل المعدن المنصهر. سوف تتأثر الشمس نفسها وسطحها يتلوى مثل قطعة من المعجون. ونعم، كل هذا مخيف حتى أن نتخيله، لكن الآن تنفس واسترخي، لأن أي من هذا لن يحدث أبدا. هذا هو الجانب المشرق، تذكر؟ إن احتمالات فوزك في اليانصيب الكبير هي أفضل من أن الأرض ستنجرف في يوم من الأيام إلى ثقب أسود. يسمى أقرب ثقب أسود لنظامنا الشمسي غايا PH1، اكتشفه العلماء في عام 2022 ووجد في مجرتنا درب التبانة على بعد حوالي 1600 سنة ضوئية من الأرض. تبلغ كتلة غايا PH1 حوالي 10 أضعاف كتلة شمسنا، مما يجعله ثقبا أسود ذا كتلة نجمية. إنه ليس مثيرا للاهتمام من تلقاء نفسه، لكن اكتشافه قدم رؤى قيمة حول سلوك هذه الوحوش الكونية. ولكن كما ترون، حتى أقرب ثقب أسود معروف يبعد أكثر من 1000 سنة ضوئية. إنها تتحرك ببطء شديد ولن تقترب أبدا من نظامنا لتشكل نوعا من التهديد. مهلا، لكن ألم تقل إن هناك ثقبا أسود في وسط مجرة درب التبانة؟ ألا يعني ذلك أنه سيحطم مجرتنا بأكملها في النهاية؟ قد تسأل، ربما ليس بهذا الأسلوب. حسنا، لا تقلق، الإجابة الصحيحة هي لا. واحد في وسط مجرتنا يسمى القوس النجمي، قد تتذكره من تلك الصورة الباهتة الفيروسية التي انتشرت على الإنترنت قبل بضع سنوات. هذا الثقب الأسود ضخم جدا وله قوة جاذبية قوية مثل اثنين من طلاب المدرسة الثانوية في حالة حب، ومع ذلك لا يزال حبة صغيرة. إنه يؤثر فقط على الأشياء القريبة منه. الأجسام الموجودة في المجرة كبيرة جدا وتتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن للثقوب السوداء جذبها، ومع ذلك لا تزال هذه الأشياء رائعة للدراسة. لا يزال العلماء يحاولون حل ألغاز الثقوب السوداء، وعلى الرغم من أنها لن تكون خطرة علينا أبدا، إلا أنها لا تزال تذكيرا كبيرا بالقوة المذهلة لكوننا. الآن أعتقد أنني سأحول انتباهي إلى القوة المذهلة للشوكولاتة.